السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا الغالي، اهلا وسهلا فيكم في بث الانمي الاسبوعي اللي يجي اليوم اسبوع بس مو في وقتها اللي يجي كل اسبوع خميس يوم من ونيس تاكل فيه تميس. ترى على فكرة اول كان بث الخميس والجمعة زمان ما تعرف هم تحول الاربعاء كان اثنين وخميس اثنين وجمعة اثنين وجمعة تاكل تميس طولين الجمعة يعني ما نتكلم لا نكملوا كملوا ودنا اهلا بكم اذا متواضع ان شاء الله نعم جاي في الطريق قريب ان شاء الله لا لا جاي يسمونك الله عليك محمد نعم يعتذر منكم ان شاء الله ما في الا العافيه بس شوي تعبان صورنا اليوم فيتو صورنا كم حلقه فتعب شوي فيعتذر منكم ان شاء الله المره الطيبه ما في مرض ولا في شيء بس تعب جسدي يعني التحديث حقي تعبان ترى يعني لا حد يعني. سفر وكذي قبل لا نبدا جينا مشوار طبعا كده. البث هذا برعايه اخونا الغالي عبد العزيز 1 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
قبل حتى لا نبدا البث من قبل 10 ساعات فيك الكويت يقول لكم ايوه ولا لا لا ما اتفقنا على هذا الغش الخداع هذا غش نعم نعم ما 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 نطلع مو 10 ساعات يا مهند الا 10 ساعات الا حسب بالليمتر 10 اورز العصر كان 3 ساعات بدراجي كم فرها مربعه العصر كان مربوع الله يرضى لي عليه يوم كنت اصور العصر علامه 5 ساعات هو ريدي فوق يا اخي ايش فيك انت مستقعد خله خله يلقنا خله والله العظيم اني هاي بطقة 3 2 1 يلا كيف ايش انت تسوق ايش رايك فيني سيما موجود عم بيشتغل ثلاث مرات ورا بعض ايه بيبدي يشتغل اوكي الصوت وينه شاشة ابرقي ارعدي ابطالا وعدوك انبل وعد إذا كان في الطريق خلنا كذا عشان نسمع الدالة هذيك هزيمة الرعد بسيوف أقوى من نار نافت كيف الرد هذا اللي شرمت جماعة أحمد بس خلنا ذهب وأنا فضة قبحك الله إنها نقطة سخيفة أقوها بالحجارة دخلتكم أمهاتكم توقعتها بيقول ذهب ولم يعد فيجا كويت دعم 305 رمز القبيلة والنعم ما أتوقع أني راح أكون معكم ببث الأنمي متواجد هذا دعم بسيط لكم مقدم دعم 14 ساعة والله كان معنا البث كلن الله يعطي العافية الله طيب وقبل أن نبدأ أيضا بوي يوسف الدون ودعم 100 دولار هذا قبل 7 دقائق يعني بدأت أول ما بدينا البث دعم بس ما شاء الله يعني لازم نسوي له ريفرش أسعد الله مساكم بالخير ومميزين ومنورين جميعا يا أحباب القلب تحية من القلب لكم يا أساطير أولا بقلب يتقطع من الحزن أتمنى أن يرقد روح قوله قوله يا أبو يوسف اصبر بما نوصل اصبر والله يا أبو يوسف أنت صديقي أول شيء شوف يا أبو يوسف أنت I love you اي بس بخليك بطلع معاك بث صراحه خطايا بعد شوي بكون معاك يعني. اي قلت بتمشي ترى تعتبر خيار والله عشانك ابو خليل اي ادخل ريح وارجع مره ثانيه خطايا طيب زي ما عودناكم شكرا ابو يوسف ابن الكويت الله يسعدك يا رب نتمنى ان ما حد قرب اللي ما تابع لنا قدام يعني يا رب احد طيب وقف قبل ان نبدا يا ماجد الاسئله للي اسئله ده وين محمد النعامي وين احمد اليماني وين جلو محمد النعامي زي ما قال ماجد في البث تعبين بعد شوي بعد شوي بعد شبدي بعد شبدي تعبان شوي يتعبان شوي وبعد شبدي يتخالف مع بعض المهم جاي من سفر واليوم صورنا اكثر من حلقه فتعب على دقيقه عاد الثانيه عندنا عبد الجليل مشوار كالعاده لا هو مو مشوار صدق يا عمار هو المره مشوار صدق هو في مشوار حقيقي هاي المره مشوار بس ما هو حتى لو انه موجود وحتى لو شايف ما هو شايف انميات فما فاد يطلع يعني جاي من انمي واحد جاي من ينبع ما منه فايده خلوا اليوم قاعد يقول ليش انا تابعت حتى جلده لانه بيمشي خلاص اليوم ابو خليل شباب عليه ولا لا هذا يقص قلبه عشان يعني راح بعدين ما قاعد اليوم اليوم مش قاعد يميت جدد ما تفهمون اخوي يميت جدد قاعد يقول قاعد يقول جله يقول ليش تابعت انا بكون هيرو؟ أم انا ما بطالع اصلا بث الانمي
ليش تبعد بوكنير؟ ما تبعد الا بوكنير قاعد يجذعتي يا ويلي. كفو عليك. كلام منك. زين الشغله الثالثه اللي احمد اليماني ودعنا الى جده لان عنده دوام بكره بعد صحيح. الله الرجال الطيب هذا انا قلت بوصله بعد ما صورت الدوام جاء احمد يلا مشينا نشوفكم على خير اي هاي قلت يلا ابو خليل لا خليل راح ينام لا يا خاين المشكله خير العمره المشكله عطته حق وبكل المشاعر وبكل في لقب جديد ظهر حق جلو ملك المشاوير والنوم الحقيقي يستحق يستحق القوه نشروا له في تويتر في سناب في انستغرام في كل مكان يستحق هذا اللقب صراحه في لقب قاله حلو في ون بيس في بث معاد ايه قال ملك او لا كان في سناب ايه ملك اليد الحقيقي ثانكس اي هذا ملك اليد الحقيقي طيب هذا الحين بالنسبه للشباب ياسر في الرياض قال بيجي لا 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 ما ارضى عليه الحين دلس بيله يعني والله ما قصر الرجال سالنا على سو تحديث قديم لسه على حدث انا اي والله هو يا ابو هزاع بيض الله وجيههم في الرياض ما قصر والله اكرمهم الله انا اشهد انه ابن طيب ابن مبار لا هو ابن مبار بالرياض لا 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 اللي بر فيك في المدينه يبر فيك في كل مدينه لا لا ما عليك اموره طيبه اموره طيبه وشويات ان شاء الله يرجع لنا النقطه اللي بعدها لازم نشيل هذا اللقب خلصنا من الطاقم بقى احمد هذا انت قاعد تخلص من الطاقم عندك سته هنا ما شاء الله ايش تبي بعد سته وانا بقى واحد ترى باقي كركم اي ايه كركو ايه هذا ما نشوف بعد دائما هذا كركو حتى هنا ما نشوفه يا شباب دقيقه والله كركو ما حتى كركو يا اخي ايش فيك تقول لا خلاص كركو راح مشوار مشوار كم ميوت من اليوم ولا لا سيرين ساغورو كركو اللي هو دحوم لا هذا مشوار حقيقي يعني اي راح مشوار حقيقي مو يعني لا مشوار نوم ليش ما فرق اعتذار وقال انه طيب خلصنا ذلك كلهم الحين نشكر من اعماق القلب الاخت سديم والاخت وجدان النكمه والنكمه هم واحده نكمه النكمه النكمات نكمه طاقم طاقم وهذا نكمه داعم كلهم نكمه كويسين اجتمعوا وسووا هديه كويسه لنا سووا هيوج نكمه جمع بريزنت جمع لذيذ نكمه في كاسات هنا يا شباب ايوه انا ترى يعني انا تعقدت من سالفه اخر مره في العشاء لا صدق الصحون لازم نشوف اذا في كاسات شباب هنا في رساله هنا يا ابو خليل في كاسه نقراها على مسامع اول شيء نطلع الاغراض عشان تعلم الدرس حاطين شيء ايوه كنا نشوف ملاعق ها انتبه انتبه لان ذيك اليوم ما زين طبعا واحد كاتب بعد اكيد بس ما يدرون الموضوع اللي يشوف سناب يعرف ايش اوكي وين ثلج يا شباب ثلج الزمن صعب منه في هل يعني اوكي وهنا في عصيرات عط الرساله مدير خلي انا اقرا بشرف الرساله لا لا انت لغتك عربيه زينه لا بس سريع سريع سلم سريع لا تقرا راحت المشاعر وخليت ما في مشاعر بالمشاعر تطلع من عندي ابد عندي تكفى تكفى ابي اصيح لا تخلي بخاطر عندي 20 كيلو مشاعر هات ابشر ابي اصيح تكفى سالم انا والله كنت بصيحكم بس دام ما تبون زالم ترى ياكل الحروف ما انا سريع انا والله سريع مو اكل حروف طب سلم ما طيب اضنك ضيق ما تقول قوه المشاعر قاعد يشكك رساله يا شباب مساعد لو انا بصبع الصغير سويت كذا طيب رفعت الرساله برفق جازم فلاحي ها شيك دربل مشكله اقرب صوت رفيع حسن حسن يا صاحبي جازم دعمك ان شاء الله في الـ في الـ في القسم الخاص حق شكرا لك هذا يا شباب الدعم حق ذا وحق ذا في برزنت بي هذا بالنيابة عني وعن طاقم يا شو أجمعين سأقرأ هذه الكلمات الجميلة بصوت متوسط مو مسموع نورتونا في الرياض عيدوها المرة الجاية عشان تشوفون كل أحبابكم صحتين والحمد لله على سلامتكم الله يسلمكم والله يسعدكم والله يخليكم زي ما اقرا there is some coffee and some juice I think and some ice there is no juice here all is coffee Yes, all of them. Okay. No, there's mixable
لا بس وي هاف ذا بيستاشيو ترى امس تكلمت وي هاف لاندرز انت والله ان احنا بث انمي اقسم بالله العلي العظيم ان احنا بث انمي ترى امس تكلمت انجليزي ارجع اتكلم انجليزي مثلا سمعت ساعات البارحه رايت ايفري وان كام داون رايت رايت كام داون وش كام داون وي شود سبيك عربيك بليز رايت يا تكلم عربي يا حسنا نتكلم عربي نعم اوكي ما تفضل بس تايمات في شباب يقولون في الشات انه يعلق هل عند الكل عطنا تصميم انا من جوال شغال لا 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 حتى انا عندي كويس بتريت مضبوط كله مضبوط طيب اوكي كبير الستريم لاب انت يا حركات يا شباب ما راح ارجع بريدة خلاص خليه هنا على طول كذا على طول هنا زعزع حقنا ننقلب الجوكر سعاد انا يسمونه خلاص لا تجيب العيد لا بغير عليك لا تعقب وتغير كمان عيد شو السالفه هنا شو شكد كان يقول ضيع كان يقول كفاله انت خبرت تعال انا ما قلت شيء جاب كرت عائله تقلك فالتك لا مره اخرى والله العظيم بثني يا جماعه اقسم بالله انا بثني اعاره هذا واضح ليتس توك اباوت عربي عربي طيب لا قوم شوف أنا الأسبوع بالنسبة لك خلاص 5 الأسبوع أوي موت شوي حق الشمسين وبعدها ميجال بوكس والباقي داي شجاع وون بيس باقي واحد أصبر 5 لا تسعد يلا الخامس ولا تزعل الخامس ذا اللي اسمه العميل رقم 6 كوميدي ضحك زعزع 5 مليون ليش أنا طايح علي أنا الله يلا روح إننا ننتظره ما راح أحط ون بيس المركز الاول ناناتسو نو تايزاي ايوه اوكي المركز الثاني كيميتسو الثالث مورياتي ايوه الرابع لا لا دقيقه بعد ترتيب جديد لا 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 لا, 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 لا ما يسمح مثل رجال واحد ما يسمح أنا, انا انا بعدني طفل عادي بغير نعم انا بعدني طفل صغير ما بعد اكبر يا ما بعد اكبر صراحه يلا المركز الاول صراحه بوكو نو هيرو وكل المركز الاول زين المركز الثاني ناتسو نو تايزاي الثالث ميتسو اطلع الصوت ترى الرابع مورياتي خطاي سبع الرابع مورياتي الخامس شامان كينج شامان كينج صراحه يستحق من اين لك هذا العلم الوفير طاك ما قلت لاني رجعت طفل فاعل ما احتاج متابعه شامان كينج يعلق ما يعلق ما هي كذا شغال عنده كل الشات قاعد يقول ترى ما يعلق قبل شوي ما عليه حطوا التصويت على التعليق عشان نرتاح طيب التصويت طيب. حاليا حدث يا شباب حدث يا شباب حدث طيب طيب ماجد ون بيس والله العلي اي اي القم القم بعدك طفل ها اي والله طفل لا لا انا بحط ال 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 ايوه صحيح انا اتفق صحيح انت شوف بالنهايه هذا الموسم لابد انت القم هذا حقيقي يا القم اقسم بالله ان حلقات الاسبوع هذا كلها تستاهل تصير في التوب اي اي القم انا بحط الاول ون بيس ولا علي منكم الثاني بيروح لكينغدوم الثالث بيروح لتوكيو ريفينجرز ون بيس كينغدوم توكيو ريفينجرز الرابع بيروح ل اوه رابع والله هذه ما تتغير قاعد انا بين مورياتي وبين متسو يلا فيمتسو بحط فيمتسو يستاهل والله صراحه والله شغلي رايك جع امي في ذا الاسبوع بدون احرق اقسم بالله راح اشوف الله بلاكش تم ثمي كذا خمس دقائق تم استغفر الله العظيم الاخير 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 مشكله بوكو نو هيرو شايفه مانجا انا حتى مو سايبه مانجا بوكو نو هيرو والله يستاهل خروج التحريك كامل حطنا شيء كذا والله هذا خامس روح ابد هذا توصيه من العملاء انا اثق فيك بسم الله شخصيا شخصيا ترى والله الصوت يطلع خلاص يا عمي تفضل لي المايك ترى قريب مره مثلج يا شباب بالعكس يتحمسون يطلبون لا ابعد شوي اذا كان كذا طيب لا 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 يا شباب خلصتوا اي يلا روح اي افضل كذا طيب بالنسبه لي انا شخصيا صراحه المركز الاول بلا منازع هذا الاسبوع الخطايا السبع المميتة نعم يا سادة المركز الأول ولا أقدر أقول كلام زيادة في أنمي الخطايا هذا الأسبوع المركز الثاني بحط عندي اللي هو أتوقع كينغدوم أتوقع يستحق المركز الثاني ون بيس المركز الثالث توكيو ريفينجر المركز الرابع
والخامس راح يكون بوكو نو هيرو اكاديميا بالنسبه لي. كينج هارت هذا الكينج تفضل معاك. طيب انا بالنسبه لي المركز الاول ون بيس، المركز الثاني ايوه حالك مرياتي اطبق المركز الثالث ايوه بوكو نو هيرو شو لا المركز الثالث ناتسو يعتبر شو انت ما شفت لقطه واحده تكفي كاتب انت اوكي والرابع اللي هو فوميتسو الخامس اللي قلته قبل شوي اللي نسيت وش طيب ما شفت اني ادري اسبوع قبل هذا انت عندنا الله يفضحك الله الله يستر كنت معكم طيب طول اسبوع معنا ليش ما شفت الحلقات شايف اللي انت شفتوه ما ادري شلون شفت البقيات شلون شفت اللي شفت ما شفت البقيات يعني نمت يوم واحد اللي شفته عنده في طوكيو ريفنجرز وشامان كينج وذا نمت يوم واحد شامان كينج ما شفناه والله 40% يقولون يعلق ف ممكن من تويتش اعطوا صداح فرصه يمكن تويتش معلق يا ماجد لان هذا الجوال هنا عاد ما في شيء انا شوف عندي كويس هنا يقولون اللي عنده يعلق يحدد ما دام بتريت ممتاز وكل شيء ممتاز حاول 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 اعطوا صداح فرصه اعطوا صداح هو اعطوا صداح فرصه هو عنده برنامج اللي مسوي بس ما له علاقه في اداء الجهاز حاليا اداء الجهاز ممتاز انت شايف الترات تطلع بسرعه ممتاز اغلبها يا ماجد سوى تصويت يا شباب هذا التصويت 70% يقول لك زين و 30% يقول لك يعلق اوكي اذا 30% ما نقدر نسوي شيء يعني 70% هم عندهم اوكي ف اذا غبيه غالبا ان البلا مش من عندنا يا من التويتش يا من تويتش يا من عند الجماعه انا عندي سؤال هنا تفضل بس ما اسكت وقف وقف زعزم قاعد يبرشم والله لا حركات يا زعزع تبرشم عليه شكله في تعليق نعم يقول اللي بعلق عندي قلل الجوده يا شباب اللي علق عندي قلل الجوده اوكي طيب انا قاعد اخذ احتياطات احترازيه طيب خلاص خله ياخذ احتياطات زعزع هلا يا عيني 500 والله يلا 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 عدل عدل عقب ما برشم شو اسمه؟ أول واحد صراحة. ده شجاع. طوكيو. طوكيو رينجرز. أول واحد طوكيو رينجرز. ثاني واحد ون بيس. ثالث واحد بوكو نو هيرو. رابع واحد كينجدوم. أيوة. خامس واحد. شو؟ داعي. والله إنه داعي ساعد نفسه. والله قوي. يلا عو 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 يلا تلعب. خلاص خلاص طيب. طيب يا شباب خلصنا التقييمات الحين ندخل على الانميات راح نبدا في ون بيس اول شيء راح نبدا ابو سالم اللي متابع المانجا على فكره كل اللي متابع المانجا ابو سالم انا قاعد بسرجح لهم مع النامي كفو شوف اذا تبي نظريات ترى عندك لا ما عندك لا شكرا عندي نظريات من هنا للبا الشارع نظريات ناكد ممكن راح تصير ان بلا مباشر بعد باشر لا بعد يا عمي ودي فقع سالم امرني تكلم الحلقه حق ون بيس كالعادة مشاعر فياضة مشاعر حزينة مشاعر كيف أقول لك إياها تلعلع تلعلع خاصة لما أم زوجة أودن كان خطابها الأخير أم منسكي زوجة أودن أم. بس يتكلم بسرعة أنت ما شفت يا ترجع والله مسالم شفت ترى والله ما أنا بفهم منك اللي كلمة لا بديت تصير معي يا ولد كويس عشان يا ولد عشان أحس فيه كويس إيه ف ما شاء الله يلا ببطل السرعة شوي يلا عشانكم بس دور أم شو زوجة أودن في لقاء تقولون الكلمة الأخيرة اللي هي تقولون اللعنة قاعد يكررون ها اللعنة ودي إيش تحب ودي شنو سنة ودي شنو هو كانت لحظة حماسية شعرية كذلك اللي صار بعد ذا إنهم يهربون إلى كوري لآخرة أو عفوا هجوا من كوري فقط يعني هذا من ناحية المشاعر بالنسبة لي على ذلك الحلقة تغبن ناس غبنتي فيلم كيميتسو فهذا اللي بقوله يعني والله يا جماعة في السينما طلع من السينما طلع أنا بقرا ما والله من احرق قهر والله قهر حرام يعني لا من دون لا احرق ما قدرت احرق انا ما اقدر دنت وري اي هاف كنترول هو قال حرام بس حرام يلا روح باقي شيء ولا لا خلاص اصبر خلاص خلي الكلام اقل ودل صراحه اول مره في ون بيس نهايه حلقه يذبح شخصيه نهايه حلقه يذبح شخصيه اول مره تصير نهايه شو نهايه حلقه يذبح شخصيه نهايه حلقه الاسبوع هذا يذبح شخصيه لي توكي ف يعني لدرجه ان شفت رده فعل الشباب معاذ يقول هذا ون بيس ولا انمي ثاني ايوه صدق يعني ترى مش متعودين على ون بيس هذا الشيء قاعد يصير يا اخي الاستديو ياخذ 10 على 10 الاستديو بطل بكل ما تعنيه الكلمه عطانا كل شيء نبي ساوند تراك عطاك رسم وتحريك القصه كيف الاضافات اللي اضافوها وكانت حلوه ففي اشياء واجد فيها كانت جميله خصوصا الخطاب
طريقة نقل نقلها لكيامون للمستقبل. احنا ما كنت اتوقع بتكون بهذا الشكل، فكرت انه بيختفوا نفس اللحظة، لكن بينك لا طلع زي اشعاع للسماء بعد اختفى. الاخراج كان جميل جدا جميل. اقول له لا 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 جماعة هذا البرميل حق نخرج من الامان. هذا السبيل سبيل اي اي شو لا اله الا الله. والله بارد اشرب الاحد يا ابي بسرعه. والله بارد ان شاء الله. هو قال ما شاء الله واحد يقول والله بارد. شوف شوف معرق تراك مره زي كذا ما طالع ولا. طيب عشان لا نفقد السيطره. نعم التصوير شباب بالنسبه للي يعلق البث عندنا احنا ما قدرنا نسوي شيء. استنى على اليوتيوب لما ينزل وتشوفه يا صاحبي. وي ار سو سوري. اكتبوا هالكلام في الشات يعني يا مشرفين. وي ار سو سوري. We want to help you guys. عاد اكتب احنا اسفين يا هادي حرام عليك قاعد نقول لك احنا اسفين. هادي سوري اكتبك هادي ترى زمان عندك بكتب من قبل كبر حماد انتبه خلاص يلا الباقي يلا. ف صراحه لقطه ان في زاو في حلقه 700 او 600 بالضبط يجيب لك كذا يد تمد على مومونوسكي وصوت كايد طبعا بالسيو القديم مو بالسيو الحالي. السيو القديم كان صوت شوي مرة أوفر صراحة مرة عالي مبالغ فيه يعني. شوف الحالي أفضل فبس كذا إن اللقطة قديمة تمتد على رقبته كذا وبوك سيد أحمق وكذا والرعب اللي كان في عيون مومونوسكي توك الحين تعرف بعد 300 حلقة تقريبا تعرف قوة الألم. برافو برافو برافو. أقوى نقطة برضو بالنسبة لي أتوقع أني قلتها في اللايف رياكشن بس يمكن البعض ما شافها الربط بين إن كيف مومونوسكي كان يحب يعني يوم كان في يد أبوه الحنونة في نازل من السماء مو من فوق قصر من السماء في جزيرة السماء أبوه يرميه في الهواء ويعني لو طاح طشرنا الوقت طشرنا لو طاح باي باي لندن ومع ذلك يضحك ومبسوط وسعيد ومتعلق بركبة أبوه واختي كذا بعد لنا كواي لا ربع والله حتى الربع تحس بدليل تعلق بفتيحك والله كيوت والله كيوت صغير اذا هم دليله يوريش كبره اوكي 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 هو يتكلم عن يوري. طيب الزبده او الشيء المهم بالنسبه لي ان اللقطه دي كيف كانت ممتعه وجميله بالنسبه له وكيف اللقطه دي عايشه رعب انه كل مره يرتعب لا شعوريا يتحول على شكل التنين لما يجيبونه كذا طائر ولا خايف ولا من هذا الكلام. فبرافو برافو برافو برافو. الكلام اللي قلته في الماك قبل صراحه الاخراج في الانمي ألف على عشرة. هذه نقطة بدأ. أنا أشهد لك فيها دائما في أي انطباع في المانجا انتظر في الأنمي راح تشوفون كيف كل نقاش بس بس, بس بس قاعدين يتفوقون على مخيلتي حاليا بس أنت ستديو... تقول لهم بتشوف الأنمي كيف بيصير بتشوف لهم. الأنمي كيف بتصير وقعد والأنمي قاعد يكسر توقعاتنا هذا بالنسبة لي أنا كنت أعتبر نفسي مخرج مبدع يعني أخرج اللقطة في مخي بطريقة ما فيش منها بس يجي الاستوديو يقول الكم احسن من اللي تخيل اي بس انت تبقى مخرج مو خلي اخراجك انه حكم جادي يلا تفضل اللي بعده تفضل والله يعني عن جد استمتعت بحلقة ون بيس في الانمي وضح حاجات يعني الامانه ما لاحظت الرسم في بعض يقول يمكن حتى محمد قالها ان كايدو الرسم مو بمره هذا هو الرسم لانك وقتها مو مركز على الرسم قاعد تقرا الكلام هذا انا مركز على الكلام مركز على ستوري ما ركز على الرسم لست مركز على الرسم كثير فالمؤثرات اللي شفتها كانت مرة جميلة الإضافات اللي شفتها كانت حلوة ووضحت لي كثير أمور تكلمت عنها يمكن في جلسة النقاش إنه كايدو بالنسبة لي في الأنمي ما أدري أنا يمكن ناسي يمكن أنا ما أذكر كنت أدافع بضراوة عن كايدو في المانجا لكن في الأنمي قاعد يوضح لي إن كايدو خسيس مو خسيس قاعد يلعب دور القرصان الحقيقي القرصان الخسيس الحقيقي القرصان الحقيقي يعني هذا قرصان لا ما العب بالشيء اسمه شرف وما شرف لا انا قرصان اوصل للشيء اللي ابيه بالطريقه الصح لان احنا قراصنه وعالم قراصنه عالم وسخ ما فيه
كلامه زي كذا. ترى هو انا احس اقرب لتيتش اكثر من ان الوايت بيرد واللي هو روجر. واساسا هو اعترف بنفسه قال مشكلتك انت يا اودن انك مثلك مثل روجر والوايت بيرد ناس طيبين وزي كذا، وهذا العالم ما يرحم الناس الطيبين. وشوف ايش اللي صار مع اودن بسبه انه طيب ما طيب ما رحم جي جي لقام وانتصر كايدو بالقوه بالعنف بال حتى نقول خساسه، لكن هذا هو عالم قراصنه. انا ما اشوف هذا شيء عيب كايدو ترى، على فكره اشوفه قوه بالنسبه لكايدو، لاني ما اشوف ان كايدو يخاف، لكن ما راح العب على النظيف، لا اللي تكسبه العبه، هذا نظامه يعني. خلال بعد 5 سنوات بالذات يعني ما اشوف انه كان خايف من اودن شيء، كان بيقاتل اودن، كان بيضارب، كان زي كذا. والى الان يعني اشوفه قاعد يضارب قاعد يقاتل، ما مو انه شخص اللي يخاف ولا يهاب، لكن ما راح العب باي رولز. يعني تقول لي يعني مثلا تجيك تقول له تعال قاتلني واحد ثاني، ما بكيفك ابوي، بضربك انت واللي معك. هذا نظام كايدو، وهذا اللي انا صراحه يعني وضحت لي في الانمي اكثر من المانجا. يعني أنا أهنيك على النقطة دي، مثلاً يوم جاء روجر واللحية البيضاء على طول انقزل بعض وقتل بعض، ما يعني ما حد تدخل، بينما يوم جاء أودن يهجم على كايدو في لقطة الأنمي قال له شق طريقك من هالألف ذيل الأتباع عشان توصل لي. يعني بالضبط نفس الفكرة. تفضل معك. أتكلم عن بعد 5 سنوات، مش قبل 5 سنوات، قبل 5 سنوات ممكن كان خايف من أودن، بس بعد 5 سنوات ما شفته خايف من أودن. أتكلم عن كايدو يا رجل خوي. انا جاني شعور عقب الحلقه هذه، شعور اسطوري صراحه، اللي خلاني نفس الشعور اللي جاني يوم نزلت حلقه الانمي يوم روجر وصل رافتد. شعور اللي ليش انا تابعت المانجا والاستوديو قاعد يسوي شيء اسطوري في الانمي. اللي عشته في الحلقه هذه وكلام توكيو وسالفه توكيو عشته احسن مليون مره من المانجا صراحه. هذا الشيء مو معناته ان مانجا ما جابته بشكل كويس، لا، الانمي ابدع، وفي فرق بهالشيء. احنا ما ننتقد مانجا، احنا قاعد نقول الانمي قاعد يبدع بشكل اسطوري بيه. فالحلقه كانت 10 من 10. حتى يوم اتكلم مع راشد علق عليه قبل شوي سالفه ان انمي ون بيس يخرج لنا مشهد دم وزي كذا، قليل اللقطات اللي في انمي ون بيس يخرج لنا مشهد دم وزي كذا، اللي زي توك وهي قاعد تلقي شعرها وخطابها وجيها سهم طلقة. طلقة نارية وما زالت مستمرة تتكلم فيها. ودي ما تنزل. ودي ما تنزل. شيء أسطوري صراحة. حلقة ون بيس 1000 من 10 زي ما قال ماجد. من عام. 5 من 10. لا ماتت توكي. صح اي صح نسيت انا اسف. لمن يا جماعة انا لو امدح. هذا اي احد يموت يفرح على طول. والله لا يعني لا تصدق ولد عمي صورة نمطية. انا احترم ذوقك، قول عني انا غلطان واسال الجمهور، صوتوا على الجمهور. طيب هل هذه صورة نمطية ولا هذه حقيقة؟ هذه حقيقة يا جماعة. انا لو ابتر امدح توي انيميشن ما هو في حق الصراحة. استوديو اسبوعيا قاعد يقدم شيء اسطوري، شيء خرافي، شيء فخم، قسم بالله. اخراج، صوتيات، رسم، تحريك، اضافات، شيء رائع جدا. يبين لك شلون يعني. انا صراحه كنت اقول انه لا توكي ما ماتت، لا بين لك ولن منها ماتت وسبحت بدمه وكل شيء. فهذا هي عندنا نظريه من المانجا، لا تضحك. ايه في ناس كانوا مصدقين انه ما راحت مره من المانجا، تنتقل عبر الزمن ولا ما يعني صدق مع مدرو. قاعد يشرح لك يا شيخ انا على شرحه سكرت قاعد يشرح لي ما قلت لي انا دخلت والله اي ناس نظر ناس في الم بس منظور يا جماعه جلدوني على الهواي مغايره قصد ولا معنتي عن اصل المنظور يعني باذن الله انتقام قادم باذن الله كلكم اللي ضحكتوا قصه المقطع انا معك وضحكت عادي كلمة زازة أنا مسخر من نظرياتك وذا، لكن أعطت مثال فقط علوني قول فقط. لا ترى أسلوبك شرير يا أخي أنت مو شرير أنت مع أسلوبي حقونا أنت ماجد خسيس. كمل 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 شرحك كمل. أنا غلطان شرحتك كمل والله ما تكلم أحسن. لما استوديو توي أنيميشن في لقطات واجد كانت عادية بالمانجا، عادية قصدي كطريقة إخراج، لا
هاي انيميشن جاي بحلك فخام واسطوريه مومونوسكي ودخول كايدو وانه كايدو يضرب توكي وما ادري وش والتفاصيل ذولي كلها كانت عظيمه جدا بالانمي والالقاء بعد حق توكي كان رائع جدا 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 فحقه جباره. اتوقع كذا خلصنا من اليوم ميس ننتقل للي بعده ولا في اسئله؟ لا في سؤال من الشات. لا اغلب الشات في الدعم لانه في سؤال في الشات. اوكي حلو علي جيمر انت بعد سوري جاسم. شكرا يا علي جيمر. لا جاسم في انمي ثاني خطايا معك والله ونخليه بعدين. عندي سؤال ليش كينج الوحيد بطاقم كايدو يقول كايدو سان؟ ايش فرقه بين سما وسان؟ ايش الفرق بين سما؟ ايش بيقول ايش بقول له سما؟ ايش بيقول له سان؟ هذا اختراف مقامات. نعم حسب تربية الشخص نفسه في مقام كذا باختصار سما معناتها سيد سما معناتها يعني باختصار بالانجليزي سان زي مستر اما سما سعادة عظمتك او عظمة جلالتك جلالتك شيء زي كذا شيء مرة مبجّة ما يقال للأشخاص اللي أنت تعتبرهم شيء كبير سماحتك. أعطيك مثال؟ أعطني مثال ناس علاقة أودن مع الحبيضاء ما يقول الحبيضاء حق أودن يا أخي ما قال له يا فلان يا مع تسمية مرتبة شرفية قال يا شيرويتي كونة هيجي تشوف كون تقال للأطفال أو الأصدقاء المقربين جدا عاد شي دلع فيه طيب يا أخي لحيوش كبرى شطور شعر يعني ما شي دلع يعني دلع فيه يعني شي دلع ما يقول دلع رد اسمع والله واحد معوض الحلو في فصل على الأنمي صوت يا ابن يعني في ميانة بس مش ايه هالك ضايم ميانة هو قاعد يضغط على ما تط والله بس اقول ذا يقول يدلع يقول عن الطفل وكذا مشكلة يكتب بعدين يقول ما كنت اقصد لا لا ترى كلامه واضح حتى انت ما هو تعليق يوم قال كنت مقال حق الاطفال يبقى شي دلع فيه ترى يعني انا عندي بس تعليق طبيعي انتم داخلين بالنوايا انت بهمنس خطا انتم هاي ثاني مره يلا 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 نروح نروح لل طيب في تعليق مهم من طارق اي عطني يقول احبك يا ابو خليل حبيبي ثاني برد عليه والله بالشات انا مري يسلمك اي لاف يو تو لاف يو حسن 7/02/11 تجديد الولاء لاعظم طاقم ريغاتو ريغاتو اعظم سؤال جميل قبل شوي جاء في الشات ما بدنا اقرب مصاحبه بس انه هالسؤال يقدر يقال في الانمي الحين ما دامنا تو سائل فيه اصلا يقول لماذا كانوا يطبلون في سيف إما ايوه يقول انه هو السيف اللي قطع كايدو وشفناه في الانمي انه السيفين اللي قطعوا ايه هذا كنت بقول بالصياغه العامه ليش اودا كان يطبل حق سيف إما انه هو اللي قطع كايدو لانه شفنا السيفين عند جوب تفضل طال عمرك تفضل اللي يتذكر ارك موريا يوم شو سوي شبط السيف او ضربه امتصت ضربه وكبرها الى اخره اظن السيف لقدرته يمتص قدرة السيف الاخرى يوزع الوظيفه المخصصه له يوزع فهمت زي ما قال يعني ويلا وسوى توزيع قوه التنين وقص كايد عصير في شيء ما شربت لا لا حد يقط البلا في العصد الكافيين والله خلاص ما لنا راحتك فهذا منظور يعني الشخصي انا طيب لا شوف منظور اول شيء قبل نواف انيستا اتوقع كذا نواف انيستا او نواف انيستا 11 اريغاتو اريغاتو 5 كيف تصبر شكلك ميلاني طلع في سؤال من اليحيى ما قررنا بنقراه الحين برضو على الانمي ون بيس بس قبل على النقطه هذه نفسها اعتقد ان الصياغه والله للاسف يعني ما دققت فيه كثير انه هذا السيف يعني كانه معناه واحد من السيوف اللي قطعت كايدو يعني مو شرط انه هو السيف الوحيد اللي قطع كايدو اتوقع لو رجعنا للصياغه اليابانيه بنشوف انه قال كذا بالضبط بس بالترجمه الانجليزيه شوي يعني مركبه الصياغه اعتقد والله تجي بمعنى ان كانت هي تبغى تقايض بسيف ترى اللي طبل لا توكي مش توكي هيوري يعني مو طيب مش من احد ثاني قال ذا بس يعني. عشان نوضح للجمهور في هيوري كانت تبغى تعطيه هذا السيف وتطبله اياه عشان تاخذ منه الشيء قصت عليه يعني بالاخر مو قصت عليه تبي تبين له عظمه هذا السيف ان هذا السيف اللي قطع كايدو
فهمت؟ ممكن بعض الترجمات فهمنا غلط ان السيف الوحيد لا ممكن قالت هذا السيف قطع كايدا هو حقا سيف قطع كايدا لا قالت سيف الوحيد حسب ترجمة السيف قال الوحيد هنا يقولك لازم نرجع اليوم بعدين خلاص ازل سعود 233353 رقم جوال سعود هذا رقم سري another gift sub for one gift sub طيب او تو جيفت سب اقرا الدعم حق سؤال حق رجل سؤال اليحيى في انمي ون بيس يقول في انطباع ون بيس اخونا ماجد حاول يدس السم في العسل بنظريه بدون ما حد ينتبه للسؤال طيب ما ادري شنو السم في العسل وش النظريه اللي انت حبيت تدسها ولكن انا دائما ادس نظريه التنين احمر غربي يطير في النيران نعم. وبدره حي وبيرجع هذا النظريه هذه حقيقه anyway. ما خلنا شيء يمكن في سم اي حق سم بالعسل طيب هذه كان العسل لا ما ادري شكل الله يمكن حاطه لا معلش في سؤال في سؤال ترى هذه الملاحظه بس السؤال لمحمد لازم محمد موجود نعطيه محمد السالم بدلا من محمد نعم هل اودن خاطر بحياه اهله واغماده ليواجه كايدو وهو يعلم انه لن ينتصر وسيموت وهذا اعتراف انه اضعف من كايدو او ان اودن وضع كل الاحتمالات وكان واثقا من الفوز وفتح وانه انا ارجح الجواب الثاني اوش كان رايح كايدو فعلا يقدر يدق خشمه هذا واحد الله عليك لولا نظام الغدره وتوجان ايش دي من مقدمه مرسك العجوز ذيك عشان كذا قتلها انت يا كايدو فنعم كان رايح بنيه انه يقتل كايدو ويصفي جنوده ويطردهم برا ويذبح رتشي ويفتح وانه ويلا وعيش انا ارجح يعني الطرف الثاني من كلامك انت طيب شو طيب يلا نروح للنقطه اللي بعدها عزيز بغيت اقول بيت عزيز القوبع شانكس شيك كايدو شقع مسطح جوجل كل شانكس اسطوره يا رجال يعني لو هذا الكلام صحيح يا عزوز كان شفناها عليه بعد السؤال مو توجيه كنت انا بجاوب بعد السؤال عشان المحبه والاخوه يا عزوز انا بس كنت يعني بس طيب ننتقل لبعض ون بيس كينغدوم عصا دايجوكن هايسنتاي هيكا وش صار في الحلقه سلي ما صار شين اطلع ولا اقعد انا متابع شين اقعد خلاص اقعد بس اتعلق من قولك تذكر شيء مو شين سوى شين يا شين الله الله شيء صار طيب في ذول اللي دفنهم هاكوكي طيب دفع منهم الجو متألمين وشايلين كراهية ومدري ايش الناس اسمهم سفاك الزبدة كذا معصب زي كيف و يعني كل ما طعنوهم جرحوهم شيء ايش احس قاعد يتكلم حلقة اسبوع ما ادري والله اي حلقة بعدها اي ذبحها ادري انا شايف حلقة جات بعدها حلقة شوف الحلقة اللي بعدها اي تابع الحلقة بعدها متأكد بيض راجك بيض راجك ابن عمي شو صار في بعدها ابيض وجه اي كارن الطويل الزرافة عبد الجليل ايش سمونه؟ كارن صح تذكرت ايه عذر لبدت حقي متاخره ما حدث لحد الحين عذروني عذروني انت قديم مو بواجد والله ما احس اني مديني امسك نفسي في بطلة انا اخاف احرق صح صح طريقه السنزافي سويتها بعد سجس خل لا ما ابغى اجيب فايده لنا احنا اجلس طريقه لحيه ثواني ثواني ما لحيك طريقه السنزاف سويتها كارن وفهمها ريبكو بالصراحه اقعد ثواني اطلع لا راح اسرع عليك خذ تقول لي ثواني لا راح يبغى راح يسرع عليك راح فعلا حركه جميله جدا وش بعد انه سوى حركه السنزاف وجاتك وجاك ربك وفهم الحركه هذه برضه ودق لها حساب وانكبت فرقه ذاك اللي مات قائد حقهم اسمع ايه بوكو لا ثاني اللي مع واحد مدرع رب السهام ريهاكو اللي اختلها تو ريمبو كون هو اللي اختلته الله الله الفرقة الثانية الله الله قلت يلا روحوا يا تروحون تذبحون الجنود عنده اذبحكم انا فالحين راح معتكم تروحون تبتون هناك وقاعد بس كذا يعني مراستهم كانهم غنم يعني هذا احد الاشياء الجميلة جدا اي والله معناتهم كانهم بهايم تعال من قائد الجيش قال انا طع كسرت راسه ليش طيب تفاهم لا كان ناب عفوا ناب طيب تناقش شيء اختلته يا رجل رشوته والله انا كنت في المانجا اظن ركع عندها شاتته بس طلع الرجال واقف يخرب بيت الطول هيك شكله صديقة شيمس طول كان طول كانمي يا رجل طول كانمي قدامه طلع كذا ايش عندك انا بس كانمي اعرض ايه تباقس يلا تعال امشي ما قالت ترى يعني رغم انها كانت واقفه بثقه قدامه لانه يمسحب السيف ونسكت على طول يا اخي ما تاخذ مزحه انت ما انت معاك انت يا اخي خلينا انت معاك يا اخي ايش صار قدام لا صرنا نفسيه
كذا ما عجبتك؟ لا اي هذه انا ما بيت قل لا والله عظيم عشان حلو بالانمي رائع جدا بس ما ادري احس انه غريب اللقطه بالانمي اكثر من المانجا. المانجا كانت احس انها كانت ارعب ايه فعلا يعني خفت شيء كنا نقوله حتى الاسبوع اللي طاف على عيون هاك اوكي يعني ما هو شيء جديد الاستديو فعلا بسبب الالوان وكذا اتوقع اي هذا اللي خافه اي يعني في المانجا حدث الالوان تظهر لك مشهد مرعب اكثر من الانمي هذا حد كمان ما تقدر معرفتي بكرن لو انه ما دق خبر حق كانمي كان ظلت على الكنب حق هذا النمر ذا وتقعد تقول ايش تبي الشاي لو معرفتي فيها شخصيه يعني كلامك صحيح فعلا هذا دليل انه ضارب حساب له دق قلب حساب اللي قدامها مو بيهي اللي قدامها واحد معضل وشيطان كبير ولا قال بيقص راسه بيقص راسه بيهي بيهي بيقتلها علمك انا قوي بيهي رجال يلا تفضل هتستهين انا صراحه احلى شيء في الحلقه سوالف اسمه موقو مع الثاني والله العظيم قلة يا اخي وهم قاعدين يضحكون يقولون والله احنا احسن جيل راح انا حد الحين عايشين يقول عندنا ثقل مدري ايش ولا وزننا كان اخي شيء مو طبيعي والله زحفيه شفنا كيف صارت رده الفعل من جيش شين لما شافوا انهم استغربوا من يوم القتال الله اللي ايش فيهم من امس واليوم صار اي صار قتالهم غريب تقدر تقول في ملمحه من الشيء اللي صار في 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 اشياء واجد طلعت كانت حلوه بس انا ابرز شيء شفته الشياب ذي اثنين هذا اللي عجبوني صراحه اللي يحيى يدعم ويقول ما اذكر كتبت سم بالسؤال محشوم ماجد يدس السم نعم فعلا ما كتبت يدس السم بالعسل قلت كتبت انه يدس نظريه بس عاد انا من اسمع كلمه يدس على طول حط سم بالعسل على طول هذا الجنرال حقنا ويكمل ويكمل كلامه يقول كينغدوم بدون دمويه بقرا لكم شو اللي انا قريته اساسا مثل ادم بدون لحم فقلت شلون ادم بدون لحم هذا يقصد ادام بدون لحم اوكي اقبل منه ادم بدون لحم طبعا اتوقع بدون لحم فاهم دمويه قللوها بسبب وقت عرض العمل طبعا بس صراحه الاجزاء اللي قبل نفس الشيء الله لا بس الاجزاء اللي قبل كانت حلوه ركز مع الجماعة كانت حلوة لكن هالجزء احنا كنا نبغى نشوف الدموية اللي فيه فعلا لانه ابخر لكن اي لكن لان فترة عرضه طبيعي ما راح تناسب الدموية واحد يقول به اللي بوحد هو اللي بوحد الصين في الاخير نعم اسنان هذه هي راح نظرية لك دعم اسنان ما اخذوا منها تصميم سور الصين العظيم اصلا نعم نعم بابا كانيو طيب بالنسبة لي أحلى لقطة كانت بداية طبعا ما أخف اللقطات بالعكس جميلة جدا بس عشان نضيف لقطة إضافية بداية الحلقة يوم جاء دوق هيو وشعل للفرنسايشي جايب يا شراب ويضحك رفس شي طيارة من فوق وسبب بمشكلة عاطفية في الفرقة هذا المشهد كان كوميدي جدا جدا قاعد جنبه يقول انت خلاص انت خلاص تصدقين ترى كان لحظه راحت اي شيء ترى في لقطه الحذف طلعت المانجا كانت الحمد لله المانجا اول ما يعني صارت الرومانسيه قام يقول له اوه والله يا شين ورا باشين انت مو بسهل جايب بنتك يقصد بنتك يعني خويتك يعني البنت حقتك الانمي قص اللقطة هذه صراحة توقع هو زاحف بكل اختصار زاحف اعطى ولد صغير شراب لا يقول تعدى راح تسوي هو احتمل نقاط شيل رجال 18 سنة اقول ايه ايه يظل الرجال تو ما لقى 18 سنة يوم كان في الجيش يعني عمره 20 ما عنده ارشاد ابوي رجان ما عنده ارشاد توعوي رجان يعني لا ما اختلفنا بس ترى عندهم في الصيد ذاك الايام ذا العمر رجال شكله هو يرضى شكله غير من حليب له يغشونه والله اقول لكم بواصل اليوم اقسم بالله انه بواصل شرب كافي هذا بيشرب كافي صح انا شربت كل حلقه لكم ايوه ها طار ايه شيء ثان اي والله الشياب اثنين برضو كان لقائهم مهم وجميل جدا الافضل لقطه في الحلقه بالنسبه لي صراحه كان مي ضد قدام كارن يعني انه اثنين كذا يعني حتى يوم انها قاعد في البدايه ذي كارن مسوي فيها بعدين
تكلمك قديم ان شنو انا الحين على رقباتها كذا قالت لا تقتل المتعه يا مسلم لا تقتل المسلم يا متعه تقتل المتعه يا مسلم كذا بس قتلها يعني كان فصراحه كانت يعني مشهد جميل جدا مشهد الدقهيو برضو كان رهيب الحلقات هذه يعني رهيبه الشيبان الاثنين برضو كان مالهم حل حلقه بشكل عام جميله حلقه بشكل عام جميله السنه الحلقات الجايه من كينغدم لان صراحه العمل وانا قاعد اشوف انمي مستمتع فيه مع اني المانجا انت شايفينها قبل كم 4 سنوات انا شايفها قبل اسبوعين لا قبل سوق انت عشان الملخصات انا ما اشوفك الحين العين عند ابو سيف الله وش اقول لك مشوار قال لك انا 2017 يعني يروح معي دحوم الريزان 2017 لا 18 اتوقع مو 17 والله يبغى خليه ترى ما في 2018 حتى ون بيس يصير له انا العام 2018 انا شفته من 2018 انا اظن شايفه بس بخلي لون شايفه قبل انا بعدهم بسنه طبيعي صحيح ف كنت ذاك اليوم رايحين عند ابو سيف لما اشوف المانجا والله العظيم كله من دحوم الرزل يعني كنا رايحين في الطريق شو مسوي جايب اللابتوب ايوه فاتح لي الصفحات كلها يقول بطلق عشان النت لو قطع على شيء تشوفه كذا هي الجو ها اي فاتح كل الفصل بالحاله كذا رجع قرص الفصلين ورجع لان في البدايه كانت مناوشات بسيطه وكذا اخذ عطى فهمت بعدين اي يوم وصلت عند بوسيف مشكله ايوه علامك يوم وصلنا عند بوسيف سالم يا ابو سالم تكلم انت يوم وصلنا عند بوسيف هناك بدت الزبده اي قاعد انا على الجوال كده وفصل وفصل وسيف سولف وسيف رقد وصاحب جميل قعد كده قعد تابع بالمانجا لين عاد خلصت فهذا زمان يعني اتوقع قبل 3 سنوات يمكن انا شايفها لكن كانت جميلة وحين اشوفها من الانمي صراحة اجمل ليش مؤدي الاصوات بالنسبة لي يصنعون فارق كبير في الحلقة والساوند تراك برضو اكثر حتى من الرسم بالنسبة لي هذا الشيء يمتعني انا عن نفسي ممكن اضيف شيء شو رايك عليه يا خبيث لا بس بعد بس ثواني في شيء احد لحظه فيكم يا عيال هذه اول حلقه تجي شو بنكم معرق لا لا يسمع انا ما تش اسمه ايه لا لا اهم مشهد سنه عليكم ايه هذا حق ايش يوم لا مو حق ايش ها يوم جربك وقال له لا شو اسمه اكيد لا دقه بين قال له دقه قال لا لا شيء كذا لا لا ايه ليه في قاتل ليه في قتال في كذا سوينا رياكشن مع بعض تمود هذا الشيء لا سينك سينك مود سينك حقكم سينك رايز مود ياباني يا اخوي توتو لا توتو هذا اخوي اخوان كوداي 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 ذاتشي كوداي يعني اخوان براذرز لا لا والله حق تيسي قال قاعد العدو ايش ذبحه واحد قاعد يقتل شيء هنتاي انت حقا تنقذنا يا شيء ما رجل هذا شيء كودا شيء هذا اخوي يا صديقي كودو كودو كيودا كيوداي ضيع 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 الدفه خلك على يلا سامي بس خلك على جوجيتسو كايزن ماي برازا ماي برازا ماي برازا طيب الحلقه رائعه جدا خرافيه كالعاده على ائتلاف يعني اللي عدته مرات عديده لانه في ناس يحسبون وراي للاسف في ناس يحسبون وراي ما عارف نحسب وراك دعمني ما اعلم انك سنت وانك ظهر ايش مسميك ظهر ابشر ابد لك ظهر وجنب ويد فخذ روح ابدا للامانه حلقه عظيمه جدا وافضل لقطه عندي حبيت يعني هارا من بدايه القتال هو يحاول يكسر مع ماركانكو يحاول يكسر اللعنه ذي قالوا ما يقدر ما ادري وشو جاء قومي بوم بالابراج بعده جاء حق السوم كيسايما ياخذ نفس الطريق ذي الصراحه قالوا هاي وين وحنا يعني فوق ما ادري وشو اسهم انت ما بقول انت قتلنا لكن في شيء اللي هو السوم وبلحظه على طول يطيرهم بعده جاب ذا وقفت الحلقه بهاللقطه يعني هذا الصراحه هذه كافه اللقطه مع الحلقه عندي غير الحوارات يعني جاسم الفلاحي يقول هل تذكر يا ماجد إيه؟ كان هذا الارك وكتاب المانجا كنت تقول الانمي ما راح ينزل
وخليت نص الكوكب يدخل المانجا. احسن قرار اتخذته. رسبكت. بس كلمه حقه انا شرير يعني. لا ما تشرير. اخر ضحيه كان احمد اخوك. انت زي باكوكو فهمت؟ مضاه الشرير بس داخل قلبك ابيض انا متاكد. انا متاكد يعني. والله يا جماعه. طيب. زعزع الى الحين وصلنا للمره 14 يحسب عادي كم طولين تابع على كل كذا كنا خلصنا من كينغدوم اللي بعده نروح حق اللي بعده وجنب خطايا تكفى خطايا ما يصلح خطايا تبع مانجا وذا متابع مانجا اذا انت احرق خضراتك وذا يقول احرق خضراتك انا لاني بايع اساسا هذا يا ابوي وصلنا مكان ما بعد يوصلها اساسا وصلت المسخره بس انا مسوي دروب للعالم انا وياه دروب انا من بعد ما ينفع نتكلم فيه وانتم خل 11 ساعه اخذ راحتي فيه انا وقت ما ابد عندي زي الكرسي مين موجود بس بشوف انمي الحين كلكم شايفين انت شايف توكر افنجرز شفت اوجي موتو انا سيك سؤال يا قاعد بالعصير لا شايف انت ذاك يوم ايه انت شايفه عطى داي اذا ما شايف شو ان شاء الله كم بتتكلم عن لا بيشوف انميات انتم شايفينها عشان نتكلم فيها ونناقش اللي تابعها ميجل بوكس تابع ميجل بوكس ما تابع داي شايفه لا اخر حلقتين لا شو اسمه بوكو هيرو اي تابع بوكو هيرو اوكي بوكو هيرو اوكي حصلنا انمي حصلنا اجيب معاه حط بوكو هيرو يا مدير نزل واحد بوكو هيرو كثر من فيكتوريا راجعه نزل واحد بوكو هيرو مدير اوكي عشان لا يطلع يدخل مرتين خلاص ابدا كيف مدري ها الله الله توكيو ريفنجر ما شايفه بعد يعني بعد ما نروح توكيو ريفنجر طيب بوكو هيرو اكاديميا حلقه هذا الاسبوع ايش كان فيها؟ باكوكو فجر باكوكو قال ان اكون اقوى لازم اصيد الاربعه بدون ما اخسر واحد الله الله هذه المقولات يا ماجد قولوا فعل اي راجو الرجال قليل انا قلت هذا الحين بيخش بيحرق ام الماب اللي هم فيه والله قلت بدمر يا رجل المدرب حقه رسم محا ذا انصدم قال كويس انت تفهم يعني مره خفيفه بسيطه كذا ما راح لان هذا من يخش مكان يمسح عمر المكان بالعكس انقاذ هجوم تخطيط لا وجاه من بدايه شوف انا بحميكم وقت ما احتاج الحمايه لكن لا لا احتاج الحمايه ابيكم انتم تحموني هذا لحاله اقراره ذاك الهطف اللي اللي يصرخ مش عارف اصقر ذاك قول ليش تغير انت ليش صار تيم ورك عندك ليش انت ليش يعني هذاك المصدر هذاك اللي مخطط كلهم صدق قال هذا باكوكو اللي انت قلت لنا عنه يا رجل الماء واحد ثاني الماء جاي يحييه يقول باكوكو شنن وما قدرت قال شيء اللي ما اعرف اقولها لكم بس انت فاهم ايش اقصد يعني لا اللي انا غبني يمي جيب كيف دوري وخطرك وخطرك قد ما وقفت الطريق يلا انت هنا وين يعني مو مخرج في نقطة في نقطة انا حبيت باكوكو الى الان حاط حلم الاخير والمايت يتفوق عليه الى الان رغم ان تغير البطل ولا منافسين قاعد الى الان والمايت هو الهدف اللي انا بيوصل له واتعدى عشان يعترف فيني هذا الشيء احيي باكوكو على مسكي ترى السبب الرئيسي اللي خلى باكوكو يطمح حق المايت يتذكر انه المايت اللي سرع في حالته هو باكوكو نفسه او تسبب فيه في اول موسم يوم مدري ينقذ باكوكو من ذاك اللي كنا جلي خايس معفن ثلاجه قديمه هو قصه بنفسه المايت تو مستخدم قوه هناك بسطر المجرمين وجاء مره ثانيه في الموسم الجاي سمع من ميدوري وسمع من المايت سل العلم حس معاتبه نفسه ضيق نفسه شوي يعني حس لا هو ترى مايت لان هو من جنب صغار اسروه ايوه وجان غذا معك انا بس اقول لك من بداية حب المايت فهمت انه جاء انقذى كبر يعني انقذى مرتين اعتبر انقذى هو الدافع اللي يدفع حاليا اكثر انه يوم عرف انه اول مايت ضحى بدأ عشان ينقذه هلا هلا انه سمح انه يخطفونه بالضبط فهمت من بعدها قال انا ما راح اسمع حد يخطفني مره ثانيه وراح انقذ انا اللي انقذ مو واحد ينقذني والله يوم ذكى الجيورو يوم يخرع عن الضربه انا نام فجعت اخ حتى كلهم انقذ صديق اول انقذ صديق اول صدمه كبيره بس كذا حتى يوم ذا جاء خلى يكسر الحنابل حقين خلى يكسرهم وطلعوا بدينا عادي رغم ان ترى القنابل كانت تخفف الاضرار وتزيد القوه بدل ما يحتاج انه يخسر قوه اكبر يا اخي باكوكو لا بعدين يوم جاي يهجم على باكا بفجره عاده هو خلاص لقيت خصم بهزمه بيهزمه بيحرقه بس قال ليش اضيع وقتي عليه خليه يولي ورا الجورو تهزمه وسباقه وتعداه فعلا الجورو فجرت انا اعتذر حق باكوكو انا اعتذر حق باكوكو الحلقه مو بالاخير قبل حلقتين بدايه قتال دروكي قلت بيفوز دروكي وينهزم باكوكو
تصير متعدل يصير متعدلين. لا انا كنت ضمن واحد واحد يا اخوان. لا والله مساعد زين اربع مباريات فخلاص هذا فوزين هذا فوزين. الفوز الاخير والخامس هو اللي راح يفصل. بس الكاتب صدمني الحين 3-2-1 2-1 لا وزين انتصار انتصار باكو يعني ساحق يعني خلى تدركي فاشله. انا صراحه متحمس تدركي شو يسوي مدوري عفوا مدوري. انا اشوف صراحه مدوري الحين قاعد يكتب يضرب قاعد يدرس هذا الدفور ذا ما شاء الله عليه. لا بس يعني وضحوا لك بالحلقه دي ان الاسبوع الجاي بيكون هو يعني الاقوى في الفريق الثلاث اللي معه ضعوف الله حق يعني خلينا نكون صريحين. سيرو لا يقول احنا الا سيرو معاه بالشريط مع باكو لا اقصد معاه وتشاكو ذيك حق احنا نذيب ونصر ونطير وذاك بو يسمونه بالعنب يعني عاد مين فائده باختصار والله العظيم شيء يعوض. طيب بو شيء بقول انا صراحه تفضل شخصيه باكو انا ما كرهته ابد ما كرهته ابد ومتى حبيته ودخلت قلبي فعلا يوم تقاتل مع ميدوريا في الجزء الثاني. ايه كان اللي جوا قالوا ما يتخلهم. هذيك اللقطة عرفت من هو باكو عرفت وش حلمه عرفت وش يبي عرفت وش طموحه عرفت هي شخصيته. ايه ف يعني انا معجب يعني به من زمان فيجي الحين يزود اعجابي به انه تيمورك يهتم لاصدقائه وانه يلا خلينا نشتغل جميعا ما يهمنا نقتله. تغير تخزيته مع الرسالة لسه وسخ اقشر 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 هذا المسكين يعني طريقته اللي على قلبه على لسانه بس ما يعرف يعبر. لا حتى لا يعبر لا ترى عنده سوء تعبير. اي سوء تعبير هذا تقول مشاره وضح صريح. لا ترى شفت ترى حتى الماي كله يقول دك وبكه واخر على طريقه وذاك بعيد اصلا. لا لا بس جاء الماي تمدحه وعطوه ذا قال المايت قال هو ذا بس لو يهذب نفسه قال لك تعبيره بس مشكله. قال هذاك المدرب اللي تدريب حقهم اللي مشط شعره كان نظيف زياده ذاك البطل الزبده قال نظيف زياده. انت مشكلتك عصبي ولسانك حتى ما ادري سوى ما ادري لسانك متبري منك عصب ما ادري شملتهم ما ادري ما ادري شملتهم حتى ما يعني ما بس جينز اسمه اي بس جينز يعني باكوغو ما عنده احترام لحد ماشي واحد اساسا حتى في البيت امه وابوه صرخوا هذيك يوم هم صرخوا هم صرخون يعني صرخهم سوالف ما شافوا ما ظلم يوم يجي المايت عند بيتنا عشان باكوغو كذا اقصوا بابا يقول المايت عشان كذا لما انت كذا تصارخ ولا صارخ يا صار رب بدا اهم اي فعلا إذا كان رب البيت عندهم في ظهر البن فشي ما تقول البيت ايه رتويت اللي قال رتويت اللي قال ما فهمت شكرا طيب واحد يشتغل هنا باقي أحد عنده نقطة إضافة ولا نغير لا والله يعني نستنى أنا أتكلم عن نقطة بوكن هيرو بشكل عام في البعض يعني مو عاجبة سالفة التدريب ما التدريب ويحس إنها مضيعة. أنا أرجع أقول مرة أخرى إنه بوكن هيرو هو اسمه أكاديمية بطلين الاغلب طبيعي انه يكون في تدريب. اذا انت ما تحب هذا النمط من النوع عندك واحد اثنين سكيب يا تسوي دروب للعمل يا تنتظر وتشوفها بعد ما ينزل سيزون كامل. الاخبار راح تحس فيها انها طويله لو تابعها حلقه بحلقه. انا تتابعها حلقه بحلقه بتعبك كذا يعني اكاديميه بلطي رسب بلطي بلطي بطلي ما يهمني. المهم هو اللي قلته مره تحريف يومي يعني المهم ان العمل انا مستمتع فيه زي كذا. دائما كل سيزون يا ابني بطيء 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 انا بدك دقيقه تفضلت معك ما جيت خذني معك. وش اللي بعد هذا سكب بعد تشوك يور بنجل ان شاء الله هونتوني معاد متابعة معاد ما تكفى عيال إن شاء الله نجيب. واحد يقول هنا أوراركا قدرتها قوية بس هي سبايكة. لا أنا أشوف لا والله سبايكة والله سبايكة. مين أوراركا حق تذبية أنت كم أهل عندك أنت إيه بوي نسكو ذيك إيري مباقي بعد كلهم حرب السلطان يا أخي يا بهيمة الأنعام ركز معي يا اخي كذا ذيلا ناس اشوفهم كيوت كيوت يعني مثل اخواتي صغار طيب ما ارضى عليه طيب احتكار طيب احنا
ما قدرت عطني برمي حق قص جيبتك. لا 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 عطيتك فاس جيبتك بس اليدين جيبها ناس في جيبتك هاكي جيبها ناس في جيبتك خل اربط انا ابغى اذكر خلنا ارجع واخوخ لا لا خلنا ارجمها بدا انت جيب الحلعمية الثانية ذي لا اله الله ابي اذكر نقطة على باكوغو الى الان من شبنا الابطال كل الابطال ما في احد عنده حس حس العدالة صح مثل باكوغو الى الان اوكي ما في شخصيه مرت في العمل كامل عنده حس العداله مثله حلو. حتى في التدريب او بدايه الحلقات يوم كان يقول حق سان ايتا تدريب حتى كان تدريب لما كان دور الشرير فان شرير ما في احد شفنا اول مايت اول حلقه اول حلقه اول مايت شافه ممسوك ولا راح ساعده هذا بطل الاول وشفنا كثير من الشخص يعني كلمه ابطال زي اول مايت واللي مثله اتركوا ناس بالغلط او نشافه ولا قدر يساعد ذيك اللحظه الله الله باكو لا قال قدامك انت تلعب دور الشرير فانت شرير خليك شرير لا تقول لي كان تدريب حتى التدريب انت هم تستمر شفنا كيف ايدا قال حتى وان كان تدريب شوف انا اساعد الناس نعم خلني اختلف معك واتفق معك شام زين بعض بعض اي باكو مو اكثر واحد عنده حس عداله هو اكثر واحد عنده التزام كمل قلت فهمت الالتزام يعني انا ما تدريب ما امزح فيه هذا ما دخل بحس العداله ممكن تعبير هذه افضل اي اي لان حس العداله هو شيء مختلف تماما عن الالتزام لانه هو يقول لك انا تدريب مو تدريب انا راح اكون جد هذا يسمونه التزام عنده حس الالتزام يمكن اعلى واحد صحيح هذه حقيقه وانا اشهد له فيها اوكي ولكن حس العداله موجود عند مدوري حس العدالة مو طبيعي موجود عند لميليون شفناه حس العدالة حقه مجنون صح شفناه عند ايده برضو مجنون كل هذا عندهم حس عدالة مو طبيعي في يعني في اكثر من شخصية عندها حس العدالة بشكل مو طبيعي ما اقدر اقول ان باكوغو هو الاقوى في هذه النقطة لكن سالفة انه الالتزام الكومنتمنت يعني صحيح هذا اشهد له يعني من بين فصل ايه كلهم هو او اي هو الاكثر التزام بينهم كلهم ما عنده لعب تدريب من تدريب انا راح اقاتل بكامل جديتي بكامل قوتي هذه حقيقه يعني انا اشهد لها فيها الصراحه شوف على ناحيه الحس البطوله والالتزام تبردي يقول التزام ما يقول عنده حس بطوله قوي التزام ميدوريا صراحه يعني من اول لقطه في اول موسم انه راح ينقذ باكوغو وهما عنده كورك صح هذه لحالها يعني بعد جلي ويقطع ويرجع انا اقول هذا شو بيسوي الحين هذا ميدوريا شو بيسوي ما في كورك بين هذا عندك كورك قاعد خلاص سبكيش اختناق قاعد يعني الرجال ضايع فيها اللي يجيك الوالد تشاهد على الحضر على الحدث كله قلت الحضر كله اوكي فهمتوا انقذ يسمونه باكوغو اطلع على ميدوريا وهناك يعني بدت القصه كامله يعني خلاص بدرب واعطيك قوتي الى اخره هنا شافني يستحق فعلا واحد ما عنده كورك ونقذ واحد محتاج وقدام المايت والمايت واقف إيه؟ بالضبط طيب انا بقول شيء قبل ما نختم تفضل يلا في انميات او بعض الانميات عادي يجيك ما انا بقارن بس اعطيكم فكره يجيك مثلا البناء حقه حوار واشياء تصير يعني معلومات وذا لا طريقه بناء بوكنو هيرو يجيبك تدريبات مسابقات بالعكس انا اشوف هذول امتع وافضل ليش قاعد اشوف قوه جديده قاعد اشوف خطط قاعد اشوف تيمور قاعد اشوف تطور هذا شيء رائع جدا هم بعد يدخلك بالثقيل يدخلك بالحماس يدخلك بالقصه بشكل عام فهذا شيء رائع جدا وعادي يستمر 10 سيزونات عادي صراحه انا صراحه شو اكتشفت انه في هذه المجله نعم ماذا والله خاف يطلع طلع قاعد تتكلم عن الارك اللي في بوكنو هيرو والله يا حظك شيء ويوم فتحتك يوم شفت شيء يعني ما بعد يطلع حرقة كبيرة اي يعني انا ما فتحت الا على حرق شوف ون بيس ذي وش احداث يا حلال ذي ايش اسمها نزلت من زمان ون بيس شو اسمها شيرا مو شيرا هو شي اسمها شيرا شيرا احداث هذه القزمة قديمة يعني زين الملكة لكن بوكنو هيرو انا ما اقدر انت شايف مانجا بوكنو هيرو لا انا ما جد مانجا بوكنو شايفها انت بس ورون نجي ورون خلينا نشوفها لكن هنا احداث ما زينة في متأكد ما بعد تطلع ولا تطلع لا ما راح اشوف والله يوم شفت ما بعد تطلع هم في الارك الحالي مع ان المجلة ذي من متى قديمة الله يحفظك شيء ما اخذ الا المجلة ذي اصدق من شغلة تذكر لما هذه احداث سروزا في ون بيس تذكر لما جابكم في بوكو هيرو احداث الحالية سويت انت من قبل بوكسينج حق اغلب المانجات اللي هنا واحداث باتمان كان في موجود كتيب حق نيفرلاند ايه تحته بالغلط تحته يا راجل عرفت
شو المشهد اللي شفته؟ لا ما ودي ندري. لا 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 الحدث طلع. طلع ايه ايه. انتهى العمل يعني شو اللي بحرقه الحين؟ لا انتهى الانمي بس المانجا غير ايه. زين هم ماسكين الاسهم. بضراج هيك. يعني دريت انه بداية السيزون الثاني وقاعد يصيدون حيوانات في السمك. لا ان شاء الله بعد ما يخلص الارك بفتح حيوانات في السمك. وبشوف قدام يصيدون حيوانات في السمك. من دول؟ بشوف نيفرلاند. ما ادري عنكم نيفرلاند. بس ترى يعني شفتها يوم يوم والله يوم 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 بديت اركز انتبهت ان الفيديو كذا صرت سيري عزب تمام والله بلمت. اي والله ما ادري وضعية لعمة يعني. لو ركزت بعرف هل هذا الحدث يعني قبل بعد بس انه شفت في الاحداث الحالية اللي احنا فيها قفل يا ولد وخلصنا. فكنا نختم مع بوكو نو هيرو وننتقل الى اللي بعده اللي هو توكيو ريفينجرز هيد رود جاك سو زوم لا يو يو ويل كم باك يو اي ويل كم باك سو زوم انتك الصغنية حقت ريتشارد فهمت. طيب سو زوم ان عطنا زمن بعد 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 بس كده ممتاز حبيبي تسلم سايونا رامي ناسن يوشكوني قاشي مسوي متني متني شاطني أريد أصلكم أنا حطوا ليش حمرا لفت تشتا كل شيء أسمع طيب يقول لك الله على التيشيرت يا أبو سالم يقول لك الله على التيشيرت أستكن مادا مادا وقف بعد سيرجي. طيب نروح حق توكيو ريفينجرز الحين نتكلم والله العظيم انه تنور يعني على اساس انه تنور على 16 هذا التنور حق ماجد من يقعد هنا يشوف كيف يجي ماجد يجي ماجد حط 16 يوم يجي ماجد لا 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 تصير مجنون 22 كويس اي يعني ماجد ماشي من يحط بس يرفع المكيف لا 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 من 22 ل 5 اي متعود على الاجواء الاستوائيه يعني هو شو اسمه ترى يعني برماي فهم أي مكان يعيش وهي مكان ينام عادي ذيك اليوم يعني معليش أقول بفضحك ذيك اليوم يمكن أي مو بجاي قاعدين ذيك اليوم أيام قاعدين نجهز متجرنا هنا في الحسا زين وأنا قاعد أرتب وسولف وياه شوي شو تنقطع السوالف على السيراميك الرجال كذا خلقت ايش فيه مايد ما يصير وي وركينج هير وي دو سمثينج كذا جي جي عطاني والله على السيراميك نعم كذا وترامس جاي من النادي وانسدح السنه على طول ما يعود ولك ترى اليوم وبامس بيض الواجهي اليوم الظهر الواجهي امس ايام الرياضة طيب اذا انت نمت وصحيت شكلك يعني فكرت بكره ها اليوم اي صح طيب خلنا نرجع حق توكيو ريفينجرز الحين نتكلم عنه حلقة صراحة مجنونة صدمة كبيرة صارت لي بالنسبة لي يعني أنا كنت مثل خوينا البطل تاكاميتشي إنه مستحيل هذا اثنين يتضاربون مستحيل اثنين ينفصلون عن بعض مستحيل اثنين ذاك لكن اللي ظهر لي ان مايكي ودراكن او دراكن عندهم اللي تضربوا فيه هو المبدا وش هو مبدا مايكي انا ما اترك خوي وراي فهمت بينما دراكن لا اقول لك يبا اهم شيء دي انقذك انت يعني خوينا هذا اخطر انا ما اقدر انقذه يمكن نطيح كلنا مع بعض هذا المبدا اللي خلاهم يتفكرون يضربون لكن مع ذلك ترى حاول بقول له تعال ابن حلال ما ادري وش قال له انا بسلم نفسي انا بسلم نفسي إيه بس ان مايكي كان ما يبي يترك احد وراه هذا هذا نسيتنا البث اليوم والله عشان سبب مو البث اساسا المفروض يوم الثلاثاء لكن احنا سافرنا ف يا انا صراحه شخصيا مع دراكون يعني اكثر من مايكي يعني انت مايكي تاخذ الرجال على ماتشيل يمكن تصعدون كلكم وتروحون كلكم تكمتشي خلوه في الارض كان يمدي او مايكي كان يقدر يرجع له شاب وقف وشاب طاح رجع له ما شاله شلت البنت لا شاله قال كلموني وجيت لا 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 شلوه بعدين حطوه في مكان وخلوه يودونه زي كذا بس انه ما هذا كان صدت الشرطه ايه كان جاي الشرطه تطلع من المستودع بتشوف اي صح اي ما تركوا مايكي ما لا لان مع الحماس فكان لا ما مايكي هذا نظام انا ما اترك احد هذا اللي بيجي لي ما اترك احد خلف مستحيل بينما دراكون لا قال لك يعني يعني هو اللي جاب البلع على نفسه واذا احنا اخذناه معنا ممكن كلنا نطيح مع بعض
يا اخي مايكي النظيف الوسخ فخم نظيف انه يحب اخويه ولا بس وسخ يعني بس عشان المكان اللي هو ابوه بس لا انا ما اشوف وسخ سلام لا لانه على فكره هم مثل شنو عرفت لي جروب يلعبون كوره ايه بس ما يروحون يلعبون كوره لا هم مين تتهوشون لا لما تصير مشكله إيه؟ معهم صح تهوشوا طبيعي كاي شله في الحياه حتى على فكره من جو ناس يقاتلون قالوا انتوا مو مع فكره الجانحين اصلا إيه إيه. الجانحين هم شباب طايشين متهورين لكن مو صيع بزياده مثل اللي إيه. يقتلون ايوه مثل ذيلي يعني فكرة حتى ترى في نقطة السكينة اللي جات عند هذا ممكن ذاك كيساكيتيتي ما شو اسمه خليل قال ايه هو اللي حطها قدامه انه هو اللي اعطاه اياه وقال له انتقم ما تدري مين لان هم ما يقاتلوا حتى ذاك جاوب بالعصا وذاك كسر قزاز ايش سوى مايكي برجله نزله والله عاد يوم ان مايكي كذا يجي عنده برجله ويرفسه يخرب بيت المشهد يا اخي والله مجنون مايكي مجنون يا ولد كذا يعني شوف القزم انت شوف القزم كذا يعني لما تجي عند واحد تضرب معه ولا شيء والله حسبك تنظر مايكي لا لا مايكي تقول شوف القزم لا اقول لك يعني لما تجي انت تضرب تشوف واحد قزم كذا قطع فيه اسطر كذا بعدين ما تشوف الا ذكر فراسك لا اشيل رجله رجله يا هان رجله وانت طالع تحت هذا الكلب ذاته ذكرني بسالفه ذاك اللي راعي الهايكس اللي يقول اروح عند هالباكستاني القزم ويصبخ بكذا هالبكس هذاك حق كذا يقول معي ما يقول أنا أضربه ما أشوف إلا شالني المراب لك هذا مايك وراح جاب أخويا وعطاه جاب أخويا حق ضربه جاب ده ويضربهم هل شو اسمه العامل حق الزيت غير زيت أقسم بالله يوم شفت ذكي قلت يا لا كنه مايكي كنا ذاك نفس الفكرة صغير يقول لك تشوف المقطع الفكره ما فيها انت لما تشوف صغير كذا قصير يعني حتى لو انك انت يعني قالوا لك عنه انه شخص قوي زي كذا بس بازر ذا اصفق كف على وجهه وينتهي خلاص اقول هذا يضربك تعال انا اوريك شيلك ما تشوف الا الطعم ما تدري يا بازر كذا وترى اساسا يعني سبب انه قصير دائما تشوف الناس يستخفون فيه اي عشان اسوي اي وهذا شيء احد انواع التنمر منتشر عندهم صح دائما ما يطقون 200 لان يقول لك واحد مع 200 بيطقه انا ودائما الطويل يتنمر على القصير ليه لانه يقول لك انا يستهزئ فيه انك يقول لك انا انزل لك ويستهينون فيهم رغم ان كذا تنقلب عليهم الايه صح وحتى مايكي والله العظيم يعني ما تقدر تقول انه واسطه ولا قوي ظبط لا هو قوي ويستاهل المنصب ذا واسطوري يعني قوته لا يستهان به يعني شفنا شو مهاراته بعد الادمي انت سؤال ما نزلت النقاش حق توكيو ريفنجرز صح؟ ترى راجعك الوجه لا والله ما نزل بس جهز ترى زر واحد يا بس الصراحه اقنعني زر واحد يا طبيعي زر واحد ينزل الوضع ترى ابسط من نزلح يمسك الموصف نزلح أجلدك طيب فبشكل عام أنا كنت أتكلم عن أنه هذا كيساكي واضح لي وبقوة أنه له علاقة يدري عن يصير في الماضي يدري أنه قاعد ينتقل زي مايك تاكاميتشي في شيء زي كذا هو قاعد يتلاعب فيها ليش؟ طبعا مشهد واحد هو اللي خلينا اقول لك هذا الشيء اللي صار انه ابتسامته على السطح يوم كان اكون ويا التاكاميتشي يسولفون توضح لي انه كان عارف شيء فاهم شيء متابع شيء عنده علم بهذا الشيء ما ادري بطريقه او باخرى انا اضيف لك نقطه تاكد كلامك اللي جاوا تخنقوا معاه هو من الاهل اللي قابله في المستقبل اللي انطعن قابله في المستقبل هنا جاب لك اياه انه انطعن وكيف اعبر لك عنها؟ انا اساسا قضيه صارت بدون ما تصير الطعنه ولا في المكان حتى جاء قال كنت تبي قتال فاحنا جبنا لك القتال لا عندك اي فالواضح كانوا يتجمعون في مكان ثاني لكن في احد علمهم من يجون ليه؟ لان ما في الاربعه اللي هم مايكي ودراكون وتاكاميتشي وهذا با وخويه خمسه إيه. فكيف عرفوا مكانهم؟ وجوهم قال احنا انتوا تونا احنا جيناكم فالواضح انه في شيء صاير
وترى هذا المشهد صار بعد المشهد اللي قلته الابتسام. طيب بقول شيء. حتى شكله سكن هو. أيوة بقول شيء، ممكن إنه تاكاميتشي قاعد يرجع بالماضي يحاول يعدل، وبنظارات قاعد يرجع بالماضي يحاول يخرب. مثلا الطعن ذي مثلا ما صار في سكين بالوقت ذاك، لكن جاء هو رجع بالماضي وشاف القتال ذا وشاف إنه متغير شيء، وإنه المغير تاكاميتشي لا أنا أخرب عليك وأحط السكين وخليه يطعنه يتغير أشياء. في شطحة. أي لا طريقة إنه دراكون يقول هالكلام. وبعدها ابو نظرات يبتسم، هذه ما تحط شك يعني اكون معليش اكون وبعده يبتسم، هل ما يحط يعني عندي شك انه يا يعرف، وهذا 100% انه يعرف او انه عنده القدره، وانا اشوف انه عنده القدره 80%. شوف ممكن لو كانت عنده القدره فاللحظه يرجع فيها تاكاميتشي للماضي وهو يرجع، هو يرجع انا اقول لك رجع يرجعوا في نفس اللحظه. اي ما يعني رجع الحين تاكاميتشي لا هذاك يرجع نفس اللحظه. طب يكون لازم يسلم على ناوتو؟ لا مو شرط، اجل في اربعه. ما اكلمك عن هذا بنظارات، لو كان يرجع في نفس تاكاميتشي لان لما رجع تاكاميتشي تاكاميتشي ما كان صديق مايكي اصلا، فلما صار صديقه تغير شيء كثير. قصدك اذا سلم تاكاميتشي على ناوتو كلهم يرجعوا نفس اللحظه هذاك يرجع معاه؟ ما ادري. لأن الوحيد اللي يعرف عن الماضي هو ذاك أكن كشدراف في المستقبل عن الماضي. صح إيه هذا. قال له أنا مدفيتك وضحى. نسبياً 0% حد يساعدك. ليش هذا بالذات أخو اللي إحنا قتلنا اللي ماتت في القضية إحنا فيها هو اللي عوضه مادي يده يساعدك. صح. إيه في نفس اللحظة هذا قاعد يسمع. كأنه ملاقنه. إيه فهمت الفكرة. بعدين ترى ما. في اللحظة ندخل فيها ذي. ليش ما تكون؟ عشان ما يستجوب، عشان ما ياخذ منه علم. ايوه وقال انا مو كان موجود فيه كله بسبب صحق. طيب شلون مات اكون بطريقه انه انتحر. كانه هو بده يموت. اي كانه هو بده يموت. هل معقول معبي براسه لدرجه انه يخليه ينتحر؟ لا هو ترى قال حق شو اسمه تاكاميتشي قال له عدل اللي صار. اي ف وحياتي يعني زي ما مثلا يقول لك حياتي بين يديك يعني وانتحر والله. طيب خلنا نتكلم عن النقطة الأهم الحين، بعيدة عن الماضي والحاضر منه ولا ذا. آخر شيء قاموا يضربون كسور ألعاب ولدنا. سبحان الله ذكرياتي كذا صارت عند الباب. إيه. وقام يعني يتذكر كل شيء وفجأة كذا صرخ عليه. الحين في ثلاثة أوبشنز هنا. بصير رجال. إيه اصبر الحين في ثلاثة أوبشنز. يضربهم يعني. إنه يعني يكون هو سبب الصلح حقهم. شو اني يضربهم؟ اسمع خليني اقول لك كم سيناريو بعطيك سيناريوهات. اوكي. هو يبي ضرب. في سيناريو. هو عصب. في سيناريوهات ان اول شيء هم كذا يعصبون عليه لانه صرخ عليهم ويصفقون فيه. مثل ما يسوي دراك. اي يصفقون فيه كذا لين بعدين يقول خلاص ليش احنا طقناه وزي كذا يتصالحون. هذا واحد. اثنين السيناريو الثاني انه كذا يعني يدخل في النص ويضربونه بالغلط ويتكسر برضه يقولون احنا اسفين يتصالحون. ايوه انا بيبي تصلحون القاصب لاحظ. ثلاثه هو يعصب صدق ويقعد يضربهم كل واحد في ضربه بعدين كذا يجلدونه ويجلدون بعدين يزرهم تسامحون ولا لا؟ لا لا ما راح يصلحون. السنه الثالثه ما بيصلح. السنه الثالثه كذا يضربونه بعدين يضربونهم يقول ايش يطق خوي ايش يطق خوي طيب ويموت واحد لو يدرك بدل وجهك يعني لو صار مات مايكي بدأ دراكو كيف يصير المستقبل؟ هو مختبي أصلا مايكي. أوكي زين دراكو في الماضي صار موجود؟ إيه بس مختبي مايكي. طيب لو مات الحين مايكي الحين في اللحظة نرجع. مستحيل أبو نظارات مستحيل يخلي هالشيء يصير. لو مات أي لو مات سبب كان؟ ما راح تموت هنا. قصدك إنه بيتغير أشياء كثيرة. إيه شيء يتغير في المستقبل؟ ما راح تموت هنا، ما راح يموت دراكو، ما راح يموت دراكو. بس هذا بيصير؟ هو اللي يبيه هذا اللي يبيه. طيب والنزاع اللي صاير مع الجماعة الثانية؟ النزاع ما راح يصير. بيسحبون عليه خاص مات رئيسكم. لا يمكن دراكن يصير هو بداله. أنا قاعد أقول لك شنو بيصير؟ والله سؤال متشعب جدا ويوجع الرأس لأنه دراكن يمكن يصير بدل مايكي. وأكون يمكن يصير مع دراكن ما يصير مع أبو نظارات. هو طبيعي بيصير معاه لأن تكميتش معاه. لا لا أنا أشوف صراحة لا هذا يموت ولا هذا يموت. مايكي غزة تاكاميتشي راح ينقذ الموقف بطريقة أو بأخرى. شلون وكرنا كيف أيد النو صراحة، لكن ممكن 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 بلكي سنوات حقيقة. لا قرأت يقول لو مات مايكي بشتري لي مايك جديد. ماذا والله ما أنا محمد كيسي لا أصيدك
لا أصيدك يا صديق. والله قريت كلام متلهف الشعي. مايكي جايكسون طيب. طيب يقول طوكيو ريفنجر يمشي في مسار زمني واحد ويتبع نظرية تأثير الفراش مثل فيلم بتريفل إيفاكتك. كل ما تغير ماضي فالمستقبل يتغير غالبا للأسوأ، مثل ما صار معاكم، وهالشيء بيصير كل ما البطل يغير ماضي ويشوف معاناة جديدة في المستقبل. اي هذا اللي كم تغييره. اوكي شوف، طبعا هذا شيء توضح في ذا، وتوضح ايضا في انمي ثاني اللي هو اسمه ايش كان اسمه؟ بوكوداكي. لا بوكوداكي. لا ايش كان اسمه؟ اللي شفته انا ماجد. اي شفته انا ماجد. ساينس جيت. ساينس جيت كان نفس الفكره كذا. هذا شوف طوكيو ريفنجرز معطيك انه وشو، ترى لا صار شيء بالماضي وانت فوتته ما راح تعدله المستقبل. اي هنا في فرق. انت ايه؟ انت الفرق بينه طبعا شيء واحد اللي هو ساينس جيت يمديك ترجع وتقدم بس بطريقه معينه. هنا لا، اذا انت رجعت في الماضي وقت معين ما راح تقدر ترجع ورا خلاص. تنتقل في الزمان في موقف معين، ترجع نفس الماضي بعدين رحت المستقبل، الفتره هذه ما راح تقدر تعدلها. اي وحتى الفتره اللي في المستقبل اللي رحتها زي كذا اللي راحت عليك خلاص. شفنا مكان مع هنا في السطح ومسك يد اخوها ورجع ثاني مره، قال اسبوع متغير. بس الفكره في انه لو تغيرت شيء في الماضي راح ياثر على المستقبل. اي هذا انا متفق معك. طيب يا جماعه، هل ممكن هذا سؤال من والله ما قريته ولا ذا، ممكن بنظارات هو وقت القتال؟ لا عشان يدخل معاهم. اي ليش؟ ليش عبي؟ لا ليش؟ وايه ليش؟ ابى اصير مستعجل. لا انا شو مره يدخل. ليش؟ ليش ما تبي يدخل؟ لانه واسخ قليل الحياه ما راح يدخل. لو دخل بيعرفه تاكاميتشي. قصدكم بيعرفون بعض؟ لا تاكاميتشي بيعرفه. هو عارفه من زمان، هو شايف اصلا من حق مريم. ترى مريم ولا ذكره. هذا احس اللي شافه من قبل. لا قال احس شافه من قبل بس وين ما ادري. واقف وناظر وراء وذاك ماشي مع ثلاثه. اي بس بعد اتذكر بعد لا جاء. لا يوم رجع للحاضر قال له ناوت، ترى كنت شفته ولا ذا تذكر. قال هو وقال ما راح انساه الظاهره، وانه قال بشوفه ثانيه واني لا شفته. قال بيكلم مايكي، قال بروح يكلم مايكي لما رجع المستقبل. ما تكلم، ما جاب طاري ذاك والله. اي ما جاب انا اذكره ما جاب. ممكن طيب هذا برضه لو جاب طاري بيذكرون جمهور، بس انا اذكر عقب ما رجع المستقبل ما طيب ليش بالذات بيعرف؟ لأنه قال حاليا بيعرف، لأن خلاص بعد ثلاث أيام بيموت دراكن. ثلاث أيام بيموت دراكن، ما راح يرجع حينه. حينه في محط مصيري، حين لازم يمنع القتال، وهو حين بيسوي صلح، فما راح يرجع المستقبل. أوكي والله كلها منطق. زين شفت يقول لك لا، لأنه هو شايفه وهو كبير بس. يقول لا تذكر، أو أظن يقول لا تذكر، يا انه قاعد يسفل بي يا انه قاعد يقول لا تذكر. اوكي خلينا نقرا في دعم هنا برضه يخص اللي هو ده. تتوقع يتصالح مايكي ودراكن ولا لو ضربهم تاكاميتشي على احد السيناريوهات اللي توني قلتها صديقي؟ شوف يا جماعه انا اكاد اجزم انه حد السيناريوهات بيضبط حق الخليل ان شاء الله. اتمنى ذلك، اتمنى ذلك، لكن ليس ممكن يعني. لكن اتمنى ذلك. في سؤال على سريع عشان بنقفل. يقول لهم التكاميتشي بالماضي بيموت. ابي ماجد ماجد وين راح؟ اختفى. يقول شوي والله ناخذ مشوار. هو اطلع رومنسدح. ماجد اتو نيسان والله يا عيال ذهب. انا ما عندي كلمه واتساب، قول له تعال ولا دقيقه جوال. نبي نسمع رايه في توكي ريفنجر قبل ما ننتقل. ما نبي خلنا نروح. خلنا ما اجي راح نادي تعال بسرعه قبل ما نقتلك. لا لا يكون بعد انت نظامك. طيب مسدح جنب الباب. اي والله انك ذكرتني بشغله مهمه. طيب شوف موضوع ما دخل. المهم تذكر سالفه مسدح جنب الباب. بس تذكروها تذكروها يا شباب اللي حضر البث اليوم. تذكروها تذكروها. طيب اذا مات في الماضي اكيد بيموت، لانه خلاص نال. اذا مات الحين دراكون او مايكي او اي احد في الماضي مستحيل يقدر شو اسمه يعني يرجع ينقذه. خلاص في الماضي خلاص جي جي. ايه في الماضي حاليا في الوقت اللي هو حاليا، لو اي واحد من يموت خلاص انسى يرجع. هذا شيء اكيد.
جي جي الله يكون في عونه. ما جي جي يا شباب تكون جي جي وزعزع جي جي بعد وبقيت انا وده. تعال قاعد جنبي بعد تعال 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 لقيت باك حتى هن حبيبي انه ما خلق عيب يا اول بث انمي حضره من جد. طيب خلونا ننتقل الحين من انمي اللي هو توكي ريفنجر الى انمي الخطايا السبع المميتة. بما اني انا وراشد موجودين حاليا والباقي كلهم غادروا وليتهم ما غادروا لكن غادروا شو نسوي ما ادري ايش عندهم صراحه لكن كل واحد ظروفه يا شباب. المهم الحلقه تدري شي خلينا نتابعها شوف تغريدتك بس ما قريتها كلها. اوكي قلت ما قريت طلعت ما شفت لا 17 لا 18 19 20 شفت ورا بعض والله ما اخذتها. تعال تعال اسمعنا الخطايا شو تعال. اي انا اقرا معي. اي 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 وخر كبسي. قاعد اقول بشوف بخليل كتبت الخطايا. قلت بروح اشوف الخطايا لان ابو خليل ما غرد الا انه في شيء قوي. والله في ناس علي يقول ايش تحرق ما حرقت يا اخي نزل انمي خلاص اقدر اغرد زي ما ابي لو سمحتوا يا شباب. فرحت وشفت حلقه 18 اللي هي بدايه قتال اسكانور. اولا انت متاخر مره. حلقه 19 كنت بشوفها معاك 18 بس مشيت. حلقه 19 حلقة 20 10 على 10 يا اخي الوداع 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 يا السايلة وش دعم جاسم؟ حق يعني كنت حق توكي ريفنجرز وين يا جاسم وش دعمك؟ شوف هنا سهلة قبل انا 20 بت 20 بت ما في جاسم وين دعمك يا جاسم؟ ما في ندم اكيد عمل عظيم بالمانجا لكن المقصد لا يأس مع الحياة ولا حياة مع الياس. حبيبي جاسم والله قديم دعمك ذا ما قرا ماجد ما يدخل كان ماجد موجود ماجد هو اللي ما قرا قبل ما يودع الملاعب الله هديه. طيب كمل يا راشد تفضل. ستايل التحول اللي سواه جميع اي صح يحرق دعمه دعمه حق الخطايا في البدايه بنرجع له بنرجع له معليش معليش بنرجع له جاي جاي لما كان يحرق روحه وشفنا كيف صاير لبس كمدرع بس يا مولع الرسمة اللي هنا والشنب هو أول شيء يوم إنه قام يطق في ملك الشياطين زين يقول هذا قوتك الله لا حرق روحي خلوني علي قالها قال هذه مش قوة السانشاين هذه هذا قاعد يحرق روحه إيه قام يحرق روحه كذا انصدمت إن أساس الأهو من عائلة والله قلت لهم خلوه يا جماعة خلوه هدوا عليه بس هدوا عليه قالوا لا ما نبيك تموت يا سكور كذا الله يسامحهم بس كمل معليش قفل شو اسمه لا 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 جيري مانجا اضغط امورك يوسف جيري مانجا واصل الخير اي ودي اقول شيء عن ذا بس يلا احكي رسمة الشنب فخمة الماضي حقه لما جاب شو اسمه ذيك روزا وتقول قالت شو اسمه اسكانور سما قلت الله طلع الرجال من عائلة هاي مو شيء بسيط مو زي الجحلطة والباقي فالرجال واصل الشبه بينها وبين شو اسمها ميرلين مشاعر ميرلين في الأخير يوم قالت هذا الحرق راح يثبت إنك أنت كنت عايش في حياتي يا أخي علاقة ميرلين وسكنور عظيمة جدا صح كنا أول نطقطق عليها للضحك لكن واقعيا كلام ميرلين في الأخير قالت هذا الشيء إثبات إنك كنت عايش يا أخي عيونه تدمع وتطفي بسرعة هذه الحالة تخيل تشوف واحد حزين دموعه ما تنزل لخده يا أخي مو شيء سهل إسكانور ذهبت وتركتني وحيدا من بعدك لا أستطيع أن أحب أكيدا لماذا لأن قلبي حزين صح عرفت ايش الحين لما يجي يعرف نفسه اسكانور سما لا ايش طيب اقول شيء يا جماعه ودي اقول شيء بس عن بسرعه عشان نقرا الدعم حق ذا ممكن واجد يختلفون معي بس انا احب علاقتهم الصراحه وميرلين حتى الى اخر لحظه هو وفي جدا وحب صادق ويا جماعه ترى انا سويت دروب للعمل من بعد خقره الخيل بعد خقره ذيك وانا مسوي دروب يعني قوي بس رجعت قريت بس الى قتاله يعني ومن بعده وموته هذه الشعر يوم قالها والكلمات اللي قالها اقراها الحين صراحه صراحه بالمانجا انا دمعت فما شفته بالانمي
ودي اشوفه الصراحه. يقول لك خلينا نقرا ده. يقول لك هذا طبعا تحيه من القلب. يقول لك لكم يا اساطير بغنى يتقطع الحزن، اتمنى ان ينقذ روح سكنر بسلام. وثانيا للغالي ابو خليل، لا تهتم بالناس في التويتر يتهمون انك حركت عليهم. قل لهم انا ايش يتهمون انك حركت عليهم، قلت لهم واعذرك انك ما تابعت الانمي لظروف، وتجنب تعليق. اوكي حبيبنا ابو يوسف، الله يسعدك اول شيء. ويعني اسكنر راح وكذا على حبيب، الله يعين على الجراح. لكن صراحة أنا أشكر الكاتب، أشكر الكاتب إنه يعني أنا كنت خايف، يعني أنا كنت أدنى سكور بيموت زين، لأنه خلاص قال لك أنا عطني دي بروح أموت. أنا خايف قلت يعني يجي هناك شيطين كذا مرة يدق كذا بيموت زي كذا. أنا شغلت حلقة 19 بالغلط، اسمع فيلم شغلت حلقة 19 بالغلط عرفت، إلا شفت يد الملك هنا بس ما عرفت اني ما انتبهت. قاعد اقول شلون بدا القتال؟ لا بدات حلقه تقول لك نهايه الحلقه اللي راحت، وقعدت شغلت حلقه 18 واشوف القتال، قلت الله شكله بقصها وصار زي ذكرى. بالاخير شوف دخل يده استوعبت الناس. اسمع كلام جاسم، يا عشق الوحيد وحب حياتي، الله حبك خمر يسكر القلوب، يسكر القلوب، ولست كأسا يستوعب الخمور، فدعوك يا ايش؟ فادعوك يا ربي ان ترزقها الكأس المنشود، حتى العظمة لها نهاية. قسم بالله شيء والله العظيم، اقسم بالله انها نهاية واجمل نهاية تهذيب في سكنور. ويعني عجبني سكنور بشكل يعني ما توقعت نهايته بتكون كذا. يعني انا يوم شفته انسحبت من القوة جاني احباط بشكل يعني غريب عجيب جدا. قلت يا شلون كذا؟ بس بدا يرجع لي هذا شعر اسكنور لميرلن صحيح. أيه. بس يعني بدأت هيبه اسكنور ترجع لي. بالنسبه لي يوم انه قام ياخذ ضرب وينطق من السحليه اللي طلعت ذيك وهو ما عنده القوه حتى ساينشاين، وقلت ما كان عنده، بس يقول انا لازم ادافع عن اخوياي، انا لازم اقاتل مثل اخوياي، وبدت تقطع فيها. بعدين شفت بعد صور المانجا يدها انقطعت، كل شيء تقطع فيه. تقطع الولد تقطع، كانت مؤلمة جدا جدا جدا. بعدين رجع لها القوة. في بعض يعني كان يقول لك ان ذكرياته مع مليودس اهانة، انا ما اشوفها اهانة، العكس كنت اشوف انه يقول لك لهذا السبب انت صديقي يا مليودس، انا الوحيد اللي تقبلني، اللي تقبلني هو انت يا مليودس. فانا ما اشوف انه ده اساسا، يعني لو تقاتل مليودس واسكنور بكامل قوتهم، والله لا اسكنور لا يجلد مليودس جلد ويمسح بكرامة الارض، معليش لا ملك شياطين ولا بطيخ، والله بذا القوة اللي طلعها اللي التمت اسمها الترا التمت ما ادري الترا دوان، اقسم بالله لا يجلد مليودس جلد ويمسح بكرامة الارض، معليش يا حبي واحترامي المليودس، ما احب واحترام مليودس، كان حي جلده حيجلده لان والله لا يجلده. تو ميت تو ميت والله عتمت يا مسح من قبل انسحب زوان بدون اي جماعه ايش تتكلمون عنه، عطى الوصايا كلهم بوف بيدعس عليه خلاص يا عمي، والله العظيم لا يجلد عميدس، مع حب واحترام ميدس صديقه وزي كذا ودربها من ذا، بس خلاص هذا التلميذ اللي يفوز على معلمه تعلمه صار رجال جي جي. هو الوحيد اللي شفناه يموت بقوته، شفناه قاعد يحترق وهذه قوته نفسها، وقاعد يودع لاحظ قاعد يقول اعتذر من شو اسمه كينج وديان ما اقدر اخذ زواجكم، اعتذر من بس انا صراحه يعني معليش شباب يعني بعصر الجو، بس انا منقهر من واحد قاعد يصيح وقاعد في مكان غلط ما اقدر يتحرك، كينج ما لقى له المكان يقعد فيه، مو هو قاعد شنطة ديال داري وش ابي؟ خليه يبكي والله العظيم ودياني والله انا ترى يعني اقول اي المخلوطه يا اخي حطيه براسك مسكيه في يدك قطيه على المطرقه وش ذا يا اخي والله العظيم غلط، ترى في السيزون الثاني ترى نفس الشيء سويت له ما عليه الحين حزن ما تسرح قدر المشاعر وش ذا المكان يا اخي تخبيه تحميه غلط زوجها غلط مو قدام العالم، شيلها قاعده هنا قاعد حطي على كتفك شنو جاسم
والله العظيم والله ما يصير يا شباب، والله ما يصير. يعني احنا قاعد نودع اسطوره وكذا، قاعد حزين مسوي كذاب. ما انت بحزين كذاب، لو حزين ما تقعد هنا. هذا المنسكي حق ايش اسمه، والله عظيم هالكلب ذا. زعل راح ينامي ولا روح. بدايه قدره اسكنور ما كان يقدر يسيطر عليها على قوه، وذلك شفنا اسكنور يخسر الميدوس، لكن اقتلته مع ميدوس خلته يسيطر على قوه ومستواه قوي جدا حقيقه. يا جاسم اهنيك واشكرك يا صاحبي، وتحتك اسمه يا سر شو اسمه اللي تحته ياكيسان. تجديد ولا يقول ولبى قلب اسكنور، شكرا لك يا صاحبي. وهذا بس المهم يا اخي صدق خطيئة اسد. الله ينشين الله ينشين، هذا اقسم بالله يعني احسن خطيئة في الحياة، احسن خطيئة، احسن شخصية يعني. مات كويس خلاص شباب حقي من الجمال من ضربات خلاص. الرجال مهيد قاعد يتكلم مع الملك، قال هذه قوتك ملك الشياطين، قاعد يقول له هذه قوتك. لاحظ قال حق الولد انا راح اربي الاطفال مثلك، والحين يجي حق ملك الشياطين يقول له هذه بس قوتك، انا اعلمك. يا اخي فخم والله فخم. بحلال رب الملك وعيال الملك كلهم ربهم. حتى التيمت ماين مان شاين، اللي التيمت مان شاين سؤال تقراها من زمان. هي الا لا الاخيره. المهم شباب، المهم شباب حقين ميلودوس اسكنور، حقين ميلودوس اسكنور، خلنا نسوي صلح. يعني انتم تحبون ميلودوس، ميلودوس يحب اسكنور، اسكنور مات خلاص صلح، ما راح نضارب من اقوى من اضعف. الحين حزنانين احنا، بس ترى خلي ما تقدر تحكم بحقيه القتال. ما علي خلنا بس ان احنا حزنانين، ما نبي نقتل، ما نبي نشارك. صلح يا شباب صلح، كذا الامور طيبه. كلمه الكاتب لما مات اسكنور حتى العظماء لهم نهايه. اقسم بالله احلى نهايه، احلى نهايه. انا مستعد اوقف الانمي خلاص، ما ابي اكمل. يعني بكمل يعني خلاص، مع اني انا ابي بي ام اليزابيث ايش علمها، ابيها تجي تنجلد، ابيها تجي تنجلد. وصراحه احنا كنا نقول انا ابو خليل حلقه 12 كان نهايه اسطوريه، كنا نقول انتهى الانمي على ذا اللقطه 10/10. ايش اكثر؟ يوم هزم ميليودس اللي هو الشياطين. قبل الهزمه الاولى. اوكي قلنا هذه نهايه بطل، لو انتهى العمل بيكون اجمل نهايه. قتلوا بطل ثلاث مرات صح، مرتين. اخر مره قتلوا فيها قبل ما يسيطر على شو اسمه على زلدرس، وبعدين قلنا والله باقي عليها شو الوضع يا ابو خليل؟ ما رجعنا ابو سبع ارواح، رجع سبع ارواح اللي ما رضي يوقف، الله يكسر قرنه. بس رد ذكاء ميرنا ما قالت هاجم على البركة، هو قال أنت يا بنت بوليلي كذا، ما إيش فيك أنت، أنت هي قالت كل مرة بغدر فيك أجلدك أنا. بس الله يعني أعطت البؤسة حق الحب. وقالت خلها العلامة. أهلا أنك أنت عايش. يا سكنر والله أنها طيبة خاطر، والله قسم بالله لما يموت هو قاعد يقول لها زي كذا، قلت والله يا ميرلم قسما بالله ما تردين على الحب، والله مو زين لك انت يا بنت بريلين، وقسم بالله لا ما تردين عليه، والله مو زين لك. بس اشوف الحمد لله يعني كذا احترقت اللي هو شو اسمه سكسكتها، ما عاد تطلع لها شعرين، هي ما يطلع لها شعر. شو كنت صح انت. المهم يعني تركت ذا انه يعني تذكر على الحب والمحبه، اكسرت قلبه ذي مع آرثر. ايه حاس فيها من البدايه، بس هي مو بحاسه فيه يا تلبه يا رجل. بس خلاص هو حبه صار. يوم جوثر دخل مخيلته ولعب ميرنس قال له، قال له كل شيء الا ميرنس. يا شيخ ينصر، قال له كل شيء الا ميرنس. يا شيخ رع يا عمي، اليوم تطبيل حق الخطايا يستاهل اسكنور. والله صراحه شوف احنا صراحه نقدنا من قضاء العمل احمد اليماني، وعليكم السلام، اهلا ارحب ارحب حمد على السلامه. وصل جدي عيال، وصلت المطار يا سلامة احمد. كلمتين في اسكنور قبل ان تروح بسرعه على ما يكتب. احنا نتقدم قبل بعض اشياء في العمل، لانك كانت في نفس اللحظه احنا نبي شيء افضل. طيب. بس حاليا نهايه اسكنور صراحه مع كامل حب احترامي اي شخص ما يعجبه كلامي راح تدخل من اعظم النهايات حق بعض الاساطير اللي في عالم يعني شخصيه اسطوريه صراحه. لا احمد ما نبي قلب، نبي كلمه. الله يسلمك، نبي كلمه حق اسكنور حمود بسرعه عشان ننقل من بعد اخلص. لا والله انا من زمان معجب علاقتهم رهيبه، علاقات فخم اسد خلاص كذا، فخم اسد اتصل بيتكم بالسلامه يا بعد، قاعد تقول حقائق. وبوس بوس لي شو اسمه جنات وحمود اذا وصلت تكفى.
حطهم بوسه يستاهلون فديتهم، الله يحفظهم لك يا رب ويخليهم. انا ما يبقى شيء ضحكه شيطانيه. طيب خلاص عندكم شيء غيره ولا خلاص احنا اعطيناه كان معك اسكندر شيء كان عظيم جدا وجبار وخرافي والشخصيه الاسطوريه حقيقة عمل سويت له دروب مع ذلك كملت عشان كاتب عرب كيفين حبيبنا ابو محمد الله يسعدك. احنا شلون اقول لك ابو حمزه ولا ابو يماني ولا حمز معلق والله العظيم معلق لكل لغات الدنيا عطى اي لغه تبيها وزن الرجل الذي الرجل والله استمتعنا بشوفتك يا المستقعد وش اسمه متني يلا روح اللي بعده يا شباب. عندنا الحين طبعا باقي مورياتي باقي في ميتسو باقي داي شجاع خلينا نتكلم داي شجاع باقي شمنكين صار شوفي ما شفناه شنو صار اخر حلقه داي شوف خلنا نشوف الرجال قال لنا هنا باقي مورياتي فوميتسو وداي شمال كينج ما تكلمتوا عنه اوكي خل داي اخر شيء شمال كينج ما شفناه يوم تقول لي اخر حلقه داي شجاع يا جماعه داي شجاع تقول لي يوم براني هرج اي داي شجاع داي شجاع داي شجاع قلت الحلقه اللي راحت انا خفنا الحلقه اللي قبل يا جماعه وخليل هذه يوم يقول واحد اثنين ثلاثة وراحت الثالثة بعدين قال اوه والله انت سويت ذبحت بان قال ها ما عندك الا واحد الحين خليل رحم امك ايش في ما فاهم ايش يقول انا اخر حلقة لما جاء شو اسمه ذا ملك ملك الشياطين ايه باران هذا اخر حلقة صح؟ كلم هدلة ايه ما شفتها بيض الله وجهك حتى ما شفتها بيض الله وجهك اصبر شايفين هذول مع بعض كنا يوم هذا راح يقتل اي وش صار قضت الحلقه اي بس هذه يوم تغير رجال عجوز ذا وتغير تحول على يوم يجي عم مطرف اي بام تحول على بام إيه مطرف اي هذه هذا ما شفت الحلقه انا شكرا لك قلت لكم ما شفت ابي الواد مو شايف يا رجال فضحك وش مش بعد وش صار جاء مطرف تقاتل ما تحرق عليه اقول لك ما شفت ما شاف يا جماعه بموت انا خلاص طيب بروتي يلا بارت الزمن ما شايف انا واحد موقف ما شفت كملت اصبر الله هذيك فيميتسو شايفه ايه ايه فيميتسو جوهد يا اخي رد فيميتسو فضحونا والله معليش شو هذا امور ما تشوفونها انت بس يعني معليش يعني سما السين وقوم انا سايب كذا المهم عطوا واحده فيميتسو يا شباب بطل بطل يا هيسوكا مساك الله بالخير شلون النادي امور طيبه ترى مزون صعب علي طيب المهم هذا بيني بين واحد من الاعضاء النادي حق ايش تبي؟ عارف اسمه طيب نروح حق فيميتسو طبعا حلقه الاسبوع هذا فيميتسو كانت فيها كوميديا كثير للامانه بس فيها شيء يقهر ايه العجوز قهرتني صراحه بس جابت هذا الشيء على اساس تستغله للفلوس انا انقهرت مو بس العجوز بس شفتها بمنظور ثاني ان في قصه جديده راح نشوفها للصغير والله كان كيوت بس والله انه انكسر قلبه كم مره انكسر قلبه انكسر قلبه عند اول مره يوم قابله انكسر قلبه عند الشجره انكسر قلبه يوم بالثالثه شافت فوشي حبت فوشي تطلع معاه قسم بالله شيء اما نكتته الاخيره خايسه شيء يقهر شيء يقهر قسم بالله خلاص يا ولد هو اصلا منبوذ صغير مسكين كسر خاطر يعني اول شيء جاب له الشلب ثاني شيء لقم الشجر عن وجهه علش ولا حد انت بتتعالج منها ولا متاثر منها ولا حد عبر ولا حد عبر ولا عطى وجه اخوه اخوه غبني قسم بالله والله العظيم ما زال يقول اخوي انه رايح يجي والله عشان يجي تجف بالي عطيت الخاتم جف بالي قلت شكله الحين بيفقد كل فلوسه بيعنشر الخاتم ومسكين تشوه كان يتمنى انه ما يكمل حياته او يعيش في جسد ثاني غير جسمه يعني تشوه عرفت اللي تحس انه واحد مش مكتوب له شيء عدل انا عرفت ان الكاتب او الكاتبه دي كذا حق نكد نكديه اقسم بالله اقسم بالله نكديه لابعد حد قلنا سوداويه بس كذا والله زعزع يعتبر مش تلميذ نقطه في بحر اي كانوا بحر يعني لا يقول لك انا سوداوي تشوف الكاتب ها سوداوي حقكم والله انتم ما عندكم سالفه هذا سودا هذا نعمه هذا انا اعتبره واحد الاطفال اللي عندي ادربهم واسوي لهم وايش هذا مستجد في المدرسه يا جماعه نقطه انه انا عدت الحلقه قسم بالله وجعت كلمه صدق وجعت قلبي كلمة قال يوم أخذ القناع فوشي قال لا 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 أنت ما أنت بقبيح نفسي عطنا قناع
بزر كذا ذا. بس ترى فيها رسالة. أنا هذا اللي أنا شفته. لما فوش البس وقال قبي قاعد يضحك. لو إنك أنت مراكز ماشي قاعد كأنه قاعد يقول يعني حتى أنت خشيت وجهك عشان القبيح ترى ما حد يشوف وجهك. أنت حكمت على على قبحك. إيه وما حد شافك. إيه وما حد شافك شوف حطه حتى جابوا لك إنه كان القناع مفتح قاعد يضحك. فهمت الفكرة؟ ترى في 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 أشياء واجد ترى قاعدة ترسل لنا. بس أنا أقدر أخذ الكلام من فوش ما أقدر أخذ الكلام. صح لكن ممكن مو هنا مشكلة أخذت كلام من الصغيرة. لما حط الطبعة يدها اي هذه هذه رساله هذا هذه رساله مو بسيطه والله شوف اللي انا اللي ضحكني يوم انها جات ذيك قالت ليش لابس قناع قال انا قبيح قال اسكت الله يقرفك هذا اللي بي والله موتني موتني الضحك يوم قال اسكت شو تفضحنا عاد انه جاي كذا مبسوط يتحمس وبعدين خقت عليه وكسر قلبه مسكين صراحه يا جماعه انه يكسر قلبه ثلاث مرات مرات توجع انا شفت ترى هذا حركه انا ما احبها انك توريني ولد معجب في بنت وفجاه بنت تشوف شخصيه اول مره تشوفها عرفت وخلاص عرفت كان حبت ذاك ترى قهر قهر يعني انت انت عيشت عيشت الشخصيه فوق انه صغير واول مره ينعجب وقال قال قال كلمت البنت اللي حبيتها شوف اي اي درجه او متاثر كان يقول دائما اشوفها تروح وتجي وماسكه حبل وهو اللي قال كلب حقها بالصدفه وهو اللي ساعدها وبالصدفه كانت نفس البنت اللي حبها وش اللي خلاها سبب التشوه اللي في البنت انت كنت معنا في اللايف ولا انت لا كل انا غير وضع لا شفت السيناريو حق ماجد شنو شفت السيناريو حق ماجد حق الشجره الحين جات شجره تدحدر كذا كان الحين بعدين يشكرونه هلا يزوجونا هي وياخذون عندهم يربونها هو كذا ايش كان كان يقولها اي يقول ايه بعدين شوي جاك اللقم لقم وكذا ما شاف الا على وجه الشجره وذيك راحت ولا حد كلمها ولا حد عبها انا يوم شفتها تطيح الخشبه حطيت سيناريوين شنو يا انها بتطيح البنت وتموت وينغبن اكثر ان الغصن كان بيذبحها ذبح البنت اللي احبها او انه راح ينقذها وممكن هو يموت. اوكي. عرفت؟ وان البنت بيشوفها في وشي زي سيناريو حطيت طويل عريض. بس اثنين من هدمه بس الحمد لله ان هذا ما مات. انت تشوف برهوم يوم جاب اللقطه عليه وهو عليه الجذع برقبته كذا يقول هذا يمكن له 5 دقائق. وانقهرت انه ما راحوا له الكلاب. ولا براس سيدة صغير مسك اسمها رن رن هذا يقول لك شاهد يقول لك رن تبدا ترى هذا تشبه رهيل اي والله رهيل ترى هذا لو يكبر قسم بالله هذا لو يكبر والله بيصير مجرم تبن ذا لانه طفولته تحمت تب توحش يقول لك جاسم تحيه عطره لاخوي الصغير راشد بس خاطر يقول قولها قولها انا بعد صغير يا جاسم لا لا ترى عمره 18 جاسم لا انا اصغر منه زهلني اي 18 الزمن هو الشيب الكول حقنا بس اصغر مني ترى يا جاسم انا اقول لك اخوي صغير لا سمحت ما ادري كم عمرك بس انت اخوي صغير لا والله كم ميلادك فضحه فضحه عادي ما ظالمك كم ميلادك جاسم انا اقول الصدق يا حولك يا حولك يا ولد اصبر خلنا نتحرش فيه كم عمرك يا ولد خلنا نشوف اذا صغير نثمر عليه اذا اكبر منه نطنز عليه ما في اي فيك فيك خلاص اسمها رن خلاص اجل بصير وبيته يجي شك والله شوف يعني يصير هو ذا اوبيتو 2012 الزمن الزمن 18 بس ترى في نقطة حبيتها من ذا الصغير جوجو يوم قال نصير عائلة اي هو وين مصدوم من اخوه مصدوم من اخوه مصدوم قال يصير اخ لا يصير اخوي صغير هو متى ضمن البنت ومتى ضمن انه تصير خويته وتصير صديقته يوم عطتها الخاتم قال خاتم هذا عربون محبة هذا عربون محبة عربون الزمن اصبر انت بدأوا يتنمرون الجماعة اسمع انت يا جاسم اول شيء صدق لو كان عمرك هذا ميلادك اقسم بالله لا اشيل شنو بي بقزاز يا شيخ والله لا مو بقزاز لا اشيل بحلاوة مو لا حلاوة في الزمن يعني مو اشيل اذا كان هذا ميلادك وجايتك بعد جاي تقول كلكم اخواني صغار تزعلون تتكلم بلسان يعني كلكم صغار لا لا انا ما في كبرون الا ماجد ومحمد بس بقي كلكم صغار اخواني وكذا وانا يعني مسؤول عنكم كلنا توت عندك ايوه كلكم توت جاسم كلكم توت يموتوا وكذا يقول متى اقول لك توت
قلنا ما في وسوسم. يقول بس نيسان. كله نيسان أنت قل أحمد. يقول نيسان نيسان بس هذا أخي أحمد ما يقول وسوسم. أنا أقدر أقول له وسوسم وأقول حق ماجد نيسان. فزبدة الأنمي صراحة كله سوداوية تبن بس يعجبني انا فوتشان صراحة يعني قاعد يتطور هذا بس بيموت يتزل شو حق الشيطان ذاكر عم يتدرب عشان يبي يصير زي خذني معك النايم والله يلعب عقله يلعب عقله مش كذا قاعد يقولها عشان هو يلا خلنا نسجل هو شوف يتمرن ليش يتمرن ليش عشان تخق عليه هالبنت يا بوتشي عارف انك تدرب تخق على ذا والله يرفس والله قاعد تطقه بطنه اي شفته كذا شاف صرار في جهده شي كنت كذا مصاب تعال ايش في شي منافسك لازقه في جسمك لا يا جماعه شوفوا انا الانمي مره معجبه لكن بطريق انه يعني بيوصل لمرحله انه عادي يموت طفل قدامي هذه اوفر الصراحه اوفر بالنسبه لك انت عادي يا اخي هذا الانمي المضحك المبكي يضحكك ويصيح والله حقت ماتشي انا صحت وضايق صدري يوم كامل وكرهت ابو الانمي لانه صراحه وجع قلبي على طريقه موت تاجهر ذا فما بالك هالبزر ذا يبي يطولوه لك ويبي يقوي علاقته مع فوشي ما ادري وشو بعدين كم حلقه تمت ماتشي اربع حلقات صح اربع حلقات تعلقنا وتحبيناها ترى بالنسبه لي صارت من اجمل خمسة اطفال على الانمي كيوت وحبيب وبريد اما ما بصير امه وتصير بابا يا اخي جو الذكريات كانت تقول حق ذيك انا اصير الام وتصيرين الام مسكينه شوف حتى حتى عقلها ما بعد يكبر كانت تقول انا بالغه وانت توك صغير يا اخي والله بصيح الحين جابوا فوتشي لها وقاعد تربيه مبسوطه والله قاعد والله ذي الضحيه الجديده هذا الضحيه الجديده شوف على فكره من اول ما طلعت انا قلت انها بتموت ترى والله عادي انه ما طلع وجهك انا عارف الكاتب انا شايف الفيلم حقه الصوت الصامت اي صح اي الكاتب شفته انا هناك وجهه بيموت هالولد والعجوز والشايب يعني صحت لا كلهم قال كان في السن القديم زين ما ادري واحد من الشباب اي سالنت فويس اي واحد من الشباب قال لي شوف ذا الفيلم زين المشكله احمد قبل يومين قاعد يناظره دخلنا عليه انا ومعاذ كنا سالنت فويس قال لي يقول انتظر اني اصيح ولا في شيء يصيح قاعد ينور في ناس يلعبون انا عرفت السبب وش بس تشوفونه ان شاء الله قريب اوكي لا عرفت السبب ليش هو كذا يعني زين ايش عرفت السبب في سبب ان شاء الله يكون منطقي بالنسبه لكم لكن بعيد عن كل شيء يعني انا شفت الفيلم والله قاعد الحمد لله فرحت كنت لحالي كان في الاستديو والله صحيح الاستديو مش القديم اللي قبله ذاك اللي كان الازرق اي اللي كان في الطاوله ذي شو اسمه المهم فهد يقول لك على فكره صوت الصامت مو سوداوي للعلم هو سوداوي من ناحيه التنمر على شخص لا يستطيع السماع ولا الكلام هذا شيء والله قاعد تصيح اقسم بالله يقهر يقهر اخوك الصغير اخوك الرضيع لما تجي تسكر ثمه بصبعك ويصيح تنغب تقول شو تسوي فيه يقهر جماعه ذاك لما تشوف واحد يتنمر على طفله معاه في نفس الفصل لا ويتلون السماعات من اذنها واذنها تنزف يا اخي ما هو شيء سهل حط نفسك يعني لا يا جماعه لا وبنت تتوقع بيصير اردة للاسف لانه هذه جاي حط الانمي يتطور انمي ولا وقصه وسيناريو مرحله كذا يعني فيلم هذا تحمي بس لازم. والله صار مرحله خطره يعني فاقول لك يوم خلصت الفيلم شكرت نفسي اني كنت لحالي لان مو حلو اشوفه مع احد انا صراحه هذا الحزن صار شفته مع امي السياح كم كرسي من دي خلصته والله الدمعة صراحة فترة خيرة الدمعة طريق أي شيء والله العظيم والله العظيم خلاص عرفتني قعدت أتابع عمل واجد كل عمل خليك تصيح خلاص والله قاعد مسكين ما تلاقي ألاقي أكشن أنبسط النهاية درامية بحت من ساعة أعطيك حين فيلمين تشوفهم تشوف النهاية تقولي راسك إيش ده الأكشن في البداية غير النهاية النهاية دقيقة واحدة تصيح والأكشن ألف دقيقة ومبسوط فلا إيه سو كذا لخي تصيح خلاص اقول الحين من اتبع عمل اعرف انه خلاص في شيء على جنب ينزل موجوع على جنبي طيب خلصنا الحين في ميتسو خلصنا طوكيو ريفنجرز خلصنا طوكيو ريفنجرز الحين ننتقل عندنا باقي لنا شفت شمان؟ شمان كينج لا ما شفته انت شايفه؟ شفت شمان فاكاتكم شفتوا امس قلت لي انا كنت بسوي لايف بس ما مداني والله للاسف
فأنا آسف شباب. أوه مرياتي نتكلم مرياتي بعد داي أنا بطلع في داي. لا مرياتي أنا بطلع وأجيكم بداي. يعني أنا الوحيد اللي متابع كل شيء ليش ممكن كنك. أنا آسف شلون كنك ما شفت أنا متابع كل شيء حلو أشوف بالنسبة لي أنا طبعا كان قلت لي بايخ خلتني كذا على الأقل أقول زين إني ما شفت ممكن إذا شفت جواب حلوة ممكن جهد مو بحلوة لأنه منطقي ذائقة بالأخير يلا أنت قبل سو زوم إن لا قلت دفلج عادي لا سو زوم إن وش دفلج يعني اذهب دحرج يعني هذا بأي لهجة يعني حقتكم يصير يصير يقول دفلج تقال عادي دفلج انزلع سري هذا بال سري هذا اليماني سري هذا شخصية انزلع طيب سو زوم إن وروح وإذا جاك راشد تعال عشان نتكلم في داي زهلني طيب اسمر الحين باقي عندنا مورياتي وباقي عندنا داي وباقي ايش في انمي بعد احس بس باقي انمي غير شباب ولا شامان ما شفته انت شامان كينج ما شفته اخليك تشوف شامان كينج شو ارجع لك ولا عشان تصير تفوقت عادي عشان بس بعطيهم حق فيبي موقف على الحلقات باذن الله بكمل ما شفت فيبي يلا دفلج حلوين اي دفلج متنى دفلج شان إيه إذا يكون معناها مو زين بس راح أقول لا 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 هي يعني أقول لو أقولك أنا تقلع زين يعني لازم سمي أنا خوي خلنا سمي أنا شباب لا حد يفلج بس زعل لا زعل يلا أوكي نتكلم عن مورياتي حلقة مورياتي هذا الأسبوع شو صار فيها ترى أنا نسيت أنا مثلك أنا حاول أتذكر شو اللي صار مورياتي آخر شيء كانت ال إيه اي ماتش بيتاخذون حق الجثة الثانية او الشخصية الثانية لاخوه اخوه هذاك شعر ابيض اللي وثق فيها الحين مورياتي اللي جاء في الحديقة اي ذا شو اسمه اللي يحارب الجماعة ليش بيرون سميث صحيح شخصية جيدة كويسة يعني ومورياتي وثق فيه لانه وهق مورياتي وشاف صدقه وهذا كان اهم حاجه الامانه حلقه جميله جدا يعني وانا عجبني في مورياتي انه كل حلقه يطلعون شخصيه يعني كل ما قلنا خلاص بيوقف اشوف يطلع لي شخصيات اخرى وقاعد يعني يعطيها جماهيريه حلوه يعني الحين في ناس يبون يقتلون يبون يكسرون ظهره بينما مورياتي الحين اعطاه نقطه قوه اساسا يوم انه اختبره ف عجبني مرياتي بس نفس الوقت اعطى نقطة قوة صار نقطة ضعف لان ذكرته في اللايف لما قلت لك ممكن يصير حق الولد شيء انا حطيت سيناريو بس الظاهر بس سيناريو ثاني الولد سام اتوقع اسمه سام اللي على كرسي ايه. اخو هذا اللي هو محامي الشعب يعني كعبارة عامة ف انا ما اتمنى يصير له شيء الصراحة لان لو مات بتكون كسرة قوية ممكن يقلب من شخص طيب لشخص شرير ترى صحيح لا مات اخوه ليه لان انا قاعد اسوي شيء للشعب وبالاخير تقتلون اخوي ترى ما هو شيء سهل فانا ما اتمنى يصير طيب بالنسبه لكيميتسو الفيلم يا شباب ترى سوينا نقاش موجود على اليوتيوب اتوقع بدي حتى على تويتش اللي بيشوفه يقدر يشوفه ف ساعه ونص تقريبا ساعه وشوي تقريبا سوينا حلقه فاللي حاب يشوفه او ساعه تقريبا اللي حاب يشوفه موجوده على اليوتيوب وموجوده على التويتش ايضا حاليا ما بعد تنحذف المورياتي يعني ما اتوقع راح يسمح انه يموت اخوه الصغير اتمنى لا انا شفت انه هذاك انه بمن صار هذاك الواسخ اي هذاك واسخ تشارلز اتوقع انه يقدر لكن لا ان شاء الله وفي فضايح ابو خليل لا ايش فضايح ما فضايح ايش يا فضا ما من فضحنا اي يوسف ايش فيك اي ما حرمش والله ما فهمت ولا شيء اي اركد يا يوسف لا تفتح عيوني خل اركد بديتك خلنا في مورياتي احنا نتكلم في مورياتي لو سمحت اعطيك بلوك الحين طيب تهديد بايخ شفناها في السينما ايه في السينما يوم انت نسكو ايه ما اوكي الله يكسر لا نتابع البث طيب شوف هذا النقاش حطها لكن بدكم تشوفونها موجوده على اليوتيوب وموجوده على تويتش شوفوا على اليوتيوب شوفوا على تويتش
البث قطع يا صاحبي والله مو مشن عندنا يعني احنا كنت عند هذا يا من تويتش يا من الانترنت ما ادري ايش السالفه بس خلاص بيخلص بينزل على اليوتيوب تقدر تشوفه فيما بعد. نرجع حق امورياتي الحين تشارلز هو عدوه شارلوك طلعوه كومبليتلي من الصوره هذا شيء مو عاجبني الامانه اتمنى يعني تمنيت انه طلعوه هو بالاخير طلع قبيبي انت قالوا شو اسمه اللي هو جاتنا جاي الولد الصغير اتكلم عن شارلوك اي شارلوك اي شارلوك طلع مع تشارلز لا تشارلز موجود بينتخب الحين يبي يقضي على هذا الشخص اللي موجود مشكله الانترنت بشكل عام والله اعلم يقول جاسم لكن مورياتي حاليا بيدافع عن الشخص هذا بضراوه هل بيقدر ينقذه هل بيقدر يتوقع انه هذاك ممكن يستهدف هل ويساعده اتمنى هذا الشيء صراحه تتمنى يدخل شارلوك شارلوك اتمنى يدخل ليش لانه ابيه يدخل ضد تشارلز هذا تشارلز قهرني ده مو بعجبني فهمت ابي شارلوك يدخل وكذا يدعس عليه طبعا ترى قاعد يسوي تشارلز منطقيا بالمكان اللي هو فيها الشر اللي صحيح. فيه ايه وهو عنده هو تقريبا متحكم باكثر اكثر الصحف فاللي قاعد يسويه منطقي انه ما حد يصيده إيه ولا حد يقدر يصيده لانه هو رقى نفسه الى رجال اعمال وماسك سلطه كبيره صحيح. يعني فاللي قاعد يسويه واياديه الممتده في كل مكان هذا شيء بديهي في شخص يكون في مكانته مثل ما شفنا مورياتي اخوه كولونيل فواصل في اماكن بعيده فوقنا نبيل فطبيعي هنا نفس الشيء الوحيد اللي ما عنده هذه الاشياء لكنه شخصيه معروفه شارلوك هومز مسكين والله كذا خاطر يعني بس هذا الانمي حق مورياتي يا شباب يعني حقين شارلوك كذا واللي يبي يستمتع بالعمل ينسى قصه شارلوك هومز ينسى في قصص ثانيه كثير حق شارلوك هومز راح تشوفها لا تشوف هذه القصه على كل الحلقة الجاية شو اللي بيصير؟ الحلقة الجاية بيصير فيها تصادم أكيد 100% لأن ألبرت عطا لعرفنا الحين مورياتي ما يدري إن تشارلز له دخل في الموضوع وهو ما يدري صح بس يدري إن في ناس يبغوا يتخلصون منه إيه ومين اللي حط في راسه كعدو؟ حط تشارلز في راسه قال لازم نقضي عليه راح يشم ريحة شيء بيشوف له طرف تشارلز عرفت خصوصا هو عرف ان الاشياء اللي صارت كتأجيج من طرف لا تنسى كان حاط له ملف له هو خله ياخذه كطعم فاللي قاعد يسويه مو شيء سهل يبحث عنه قاعد يطقس خلفه طيب ما مشكله نستنى الحلقه الجايه ونشوف شو اللي بيصير فيه والشر الاعظم تشارلز شو بيصير معه ان شاء الله يندعس تبي لا مش بدون حلقه عام لا خلينا ندعم بعض اوكي لا تخلونا ندعم بعض وفي ناس اشراف لا معي منهم شو يقول جاسم حتى انا عندي قط عندي هو يقدر كوسم شخصيه شريره في طمطم بورتو والله بورتو ما تابعت يا شباب قومي الناس هاي وتشيا يعني مقصر ديس انا اسف جدا ما شفت بورتو يعني من بعد العيد انا مو بلاقي وقت يعني الحين مر علي اسبوعين بعد العيد تقريبا سفرات عزايم روحات جيات ما حصلت وقت اني قاعد اتابع بورتو فانا اسف جدا 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 وخصوصا صراحه وجود الشباب يعني بعد عيد جاء جلو زعزع معاذ كلهم موجودين احمد يعني مو قادر احصل وقت اتابع زي يوم كنت في رمضان كذا قاعد هنا لحالي اوقات كذا قاعد اتابع بورتو فما تابعت شيء من رمضان ما تابعت شيء لكن ان شاء الله اني ارجع اشوف قريب واستمتع معكم باذن الله معليش سامحوني على التاخير يا جماعه لكن حنرجع ثاني باقي داي وغيره بس دا في مثال شباب كنا كان فينا زياده مقصد لسه ادري يا تايتن ما اذكر انه في عمل ثاني في شيء غير داي شماكينجا ما شايفه في غير داي اعطوني انمي غير داي ما في شيء ثاني ما اظنش خلينا نرجع ما قصرت زعزع بيض الله وجهك ما قصرت وانا اسف حقي شماكينجا والله ما شفته في واحد حرق ما عليك المشاهدين يصيدونه ما في شيء غير داي اوكي داي شجاع زعزع زعزوعه زعزيعو توقع انسحب عليه شباب في متى خلصنا يا شباب ابو خيس طلع اصلا ما تابعت شيء من انميات الموسم بطلع سلام علي جوكر الله يكسر قرنك يا شيخ كسر الله قرنك ليش ما تتابع بالله جمو مشرفين جلدوه في الجروب حق المشرفين شو ما تتابع يا جماعه انتم مشرفين لازم تتابعوا الانميات
طيب خلينا نشوف ايش يقول. يقول لك طيب ابو خليل تكلم عن العمل بشكل عام اللي ما شاف داي. بتكلم عن العمل بشكل عام. طبعا داي النسخه القديمه تبي نصيحتي شوف النسخه الجديده عشان تعرف الاصوات اللي تغيرت وكل شيء تغير. فشوف النسخه الجديده. النسخه الجديده بدايتها ما تحمس للامانه انك تشوفها, ما تحمس للامانه انك تتابعها, لكن بعد ما يخلص الاحداث اللي انتهى عليها بالنسخه القديمه حتشوف تغير في الاحداث كامل. يعني انا شخصيا قاعد استمتع فيها حاليا, اتوقع كثير يتفقون معي, حتى يمكن معاذ حس فيها اللي ناسين الانمي واللي ما شافوا الانمي حسوا انه في تغيير في الاحداث كبير بعد ما انتهت الاحداث اللي قبل ذا, لانه كان هناك في اختصار شديد جدا اختصروها فيها. ف انا انصح فيه وبقوه انمي داي, انا مستمتع فيه وبقوه مع انها نسخه قديمه جدا, الا انه قاعد يقدم تحفه فنيه. دا شيء قاعد يتحف تحفه فنيه بكل ما تعني الكلمه معنى صراحه. يمشي زعتر وهو مسرور, والله شكل زعتر راح مشواره والله وسحب علي, ما في مشكله عادي انا متعود اكمل حالي. اني ويفا بن داي انمي جميل الحقيقه. ماذا يميز العمل, هل قتالاته من قصه الغموض ولا شيء اخر؟ هو فيه دراما, فيه قتالات حلوه, فيه التحريك فيه برضو افضل من النسخه القديمه مره بكثير, يعني استمتعت فيها بشكل مجنون للامانه. يعني في الحلقه الاخيره بالذات ما عجبتني كثير, لاني ما حطيتها من التوب 5 اذا انتم شايفين, لانه بس برضو ما قاسها, يعني اعطانا عدة حلقات قويه جدا, فطبيعي تكون حلقه نازله شوي. اللي ما عجبني فيه هادلر, يعني كذا قال راح اقضي عليهم والعنوا وجلدهم وكذا وبعدين كذا راح لهم بيساعد بقدرة ذا السلب اللي اسمه لا جاء جاء بشركم جاء يا اخي تتهم ولد بريده. ترى انا ما ارضى على ولد بريده يا عيال, انا ما ارضى عليه, لا احد يقول انه راح وسحب علينا, لا 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 ما يسحب, ما يسحب ولد بريده بديتها انا. خلنا نمدح فيها شباب بعد ما كسرنا قبل شوي زين. فنور حتى فيه شات اني راح مشوار, اي قالوا انك راح تنمت وكذا, هم قالوا انا ما قلت, انا كنت دافع عنك ترى. صح يا شباب والله يا جماعه صراحه هذا اخر يعني شيء توصلت له للاسف. يعني هو بس لو انه شايف في ميتسو كان ما طلع, بس كان في مشوار نشوف في ميتسو. لا يا جماعه والله اشوف اصبر يا جماعه والله انه غرفه جلو مرياتي انت مشيت مرياتي يلا 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 لا 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 احنا داي الحين بس اقول اوكي انت ماشي نكت في المشوار. لا ايه 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 بس ايه. شوف يا جماعه اللي يدخل غرفه جلو ودع خلاص تجيك اللعنه, تجيك لعنه المشاوير قسم بالله يا جماعه. كذا ترى انفصلت عنه والله اني انا كنت وياه من قبل نفس الغرفه وما والله اني يا جماعه مشكله اجي اقعد بس اقعد صدق مجبول اسمع شو اسمع واحد دخل علي معنا بالعشاء ثري نايت في مشكلة اسمع شو منبه حق الحاضر. لا الصراحة طلب يا جماعة تخيل تقوم على اوست ال ترى انا قايل احطها والله شيء اسطوري قسم بالله بس والله شيء اسطوري بس انا صح ولا حق براسايت في اشياء توجع الراس يحط بس انه ما الحمد لله ها والله كنت بسأل ترى اسرار عن المنبهات والله ما سألتها والله كنت بسأل في ثلاث اسئلة يعني بعد ما خلصت الحلقه تذكرت في ثلاث اسئله ودي اسال كل نسيت ابي حقه المنبه كان المنبه وكان في سؤال اليوم كان في بالي ابو سالم يا نسيته عادي عواك راحت علينا يمكن نسال في السلسله الجايه يمكن نسال في السلسله الجايه بس اكثر شيء صراحه منبهاته غريبه ويبدا المنبه يعني هو ينام الساعة 12 يبدأ 12 المنبه وما ينتهي إلا الساعة 8 لا 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 خمس يبدأ أربع يبدأ ساعة خمس وستة كذا هم ما يصحن الساعة 8 تسعة عجيب يوم عجيب الله يسعدكم. أنا أشكر لكم يعني على دعمكم يا شباب وأنا صملة صحيح لكن في معي شنبات برضو مو لوحدي لا تهرولوا وحدك. الحلقة الجاية إن شاء الله قريب يا شباب إن شاء الله قريب والحلقة الجاية بقول لكم اياه بكل بساطه احمد اليماني اول بعدين بيكون هذا الاخير ان شاء الله اخر ضحيه عندنا في الخطايا خطايا في الخبايا في الخبايا هذا اخر ضحيه عندنا وش اسمه ومن بعده مفروض انا يعني
لكن شباب شوف انا صراحه قلتها يعني ترى والله ما عندي شيء قسم ما عندي شيء بس اشوف متأكد اشوف متأكد ايش كل يوم ترى تواصل معي خويك اللي قلت عنه اوه اي تذهب عندي شيء يا جماعه لانه ذاك مرعب ذاك للامانه ما تواصل يا خوي اذا انت تعرف شيء عنه كلمني تاكفه بالخاص هذا عندك فضايح زعتور تبي اسئله في الابتدائي في المتوسطه ثانويه تعال كلمني في الخاص تكفى وهم تجيني في العام وتقول ولا تمنشني في العام في الخاص خلنا نرجع دائما طيب دائما يا شجاع هذه الحلقة يعني عندك سؤال يا كيوي قطة لي في الخاص لا تكتبه هنا قدامي ما أبي يستعد أبي كذا ينصمع بالسؤال لما يجي في الحلقة ينصمع يعني ينصدم اي صدق أوكي. طيب فنرجع حق دائما اللي قطعنا المرة العاشرة على التوالي الحلقة هذه يعني هادلر أنا ما عجبني صراحة اللي صار معه انه كان قاعد يستخدم هذا عشان انه زي كذا لكن العم مطرف كان له بالمرصاد يا اخي رهيب والله دخل يا اخي اثنين موقف اثنين وقوته اسطوريه صح انه وساعد داي بس بطريقه انه تحمل وجو اضرار وكمل ولا وقف هذا شيء اسطوري جدا ورائع وخرافي بيلك قوه الساحر الاسطوري العم مطرف بس بوب شو نقص عليه ذا افكر انه ما كذا انت جبتها انت جبتها انه متغير قال ليش انت ما رجعتي خلص ما خلصت التمرين لانه انا عرفت لا بديتي شيء لازم تنهيه والله جايب المانجا زين يوم رجعت قلت والله رجعت بسرعه بس انه شلون شكيت كانت بوب قال انه مو عوايده ما تخلص شيء تجي ما خلص شيء بعدين قلت يعني لحد الحين ما بذاكر هل مام ترجع ولا لا يعني اي والله ما ادري هي بترجع ما احس انه انتم بروم قالين شيء جانبي لانه من قبل 10-12 سنه ايش سنين؟ لا يعني انا على الاقل على الاقل انا قبل 7 سنوات شايف على الاقل شايف كينجدوم قبل 3 سنوات وناسي فما بالك الدار فوالله رجعت قلت والله رجعت بسرعه يا ولد شو اللي عندها كذا بعدين يوم قال بوب بس انه ترى ما مو معايده لما تحط شيء في راسك لا قلت لا والله واضح انه مو بي يوم قال له قال له انت ما تخلصين التمرين لازم تخلصينه وانت قلت اني بخلص وما ادري وش وانت اللي قلتي شيء لازم تنهينه طحنا به يعني هنا ولكن بشكل عام القوة حقته لا صراحة بس ترى ده هدر قال حق ده الشيطان الصغير ده شو اسمه المقطن ده قال له شو اسمه قال انه عندك قوة انت قاعد تسويها زبيرة اي قال انه عندك بحث او تطوير بي طيب انت دائما يعني دائما تدري عن البحث والتطوير من قبل ليش ما اخذته قبل ان تجي ولا بس جاي كذا عشان تنطق بعدين تقول عطني البحث وش ذا الغباء يعني في هدلر ما ادري يعني كذا طيب والله انك متابع مانجا بس ايش انا كذا اذا لا اعطوا وجه الصبه هل توقع انه هدلر قد على ملاعب يعني لانه اخر نقطه باران ما توقع انه هدلر الاقوى واحد يعني في باران كنت مسخر 100,000 مره هي طريقه انه يودع ملعب الحين اشوف انه يعني عاديه يعني وذا لانه خلاص بقى له اخر فرصه بس هل بعد الفرصه دي بيطب باران نفسه او باران مدري باران شوف في باران وباران بس هذول هو باران ابو دينو الداي باران ايه وفاران هذا اللي صوته إنوراشي وفي فيرن لا فيرن ميستفان ايه ذاك ميستفان وفي برضو عندك اللي هو الشينيغامي حاليا كلهم دي موجودين ترى اي صح الشينيغامي ايه كلهم هذا خصوم الشينيغامي يقوم من هدلر حسب ما وضح لي انمي نعم شوف ترى يعني كل حتى باران اقوى منه باران مستر ايه فيرن كل الشباب اللي كانوا يتابعون قتال باران كان اقوى من هدلر ليش متمسك بباران لانه معطيه جسد القوي ما ادري وش وذا هو قال باران قال انا معطيك ترى الجسد القوي اللي بيظبطك ما ادري وش واخرته تحوقه يعني او تخربه هذه اخر فرصه لك بعدها بيجي اي فطريقه انه يموت الحين عادي عندي لانه عندك الشنقام عندك باران وعندك باران ترى بيرجع باران قال بروح اضبط اموري وذا وبرجع واذا وراح يصير قتال النهائي حقنا بشكل عام الصراحة يعني هدلر عادي يودع وما عندي مشكلة يودع ولا أصلا ولا طقت له خبر طيب ننتظر ونشوف الحلقات الجاية على كل كذا أتوقع إحنا وصلنا يعني لنهاية هذا البث ساعتين والله خذنا معكم جميلة ولطيفة جدا فيها أعياد كثيرة البث في التويتش كانوا يقطع كثير نعتذر منكم ما هو بيدنا والله يا جماعة الخير لكن في اليوتيوب تشوفونا إن شاء الله كامل بدون تقطيع بدون أي شيء
اتمنى انكم استمتعتوا معنا في هذا البث اليوم وتسامحونا على القصور، وكاود ان شاء الله كل الفيلم موجودين لكن الظروف احيانا لا تسمح. في النهايه يقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك، لايك، شير، ونشوفكم على خير. اختم يا ولدي، متى جانا؟ مع السلامة. متى يا رب لما يجيب الماوس يا رب؟ يلا بسرعة، وين الماوس يا رجال؟ اخلص ولا عد يعني يا شباب، احنا نحبكم. يا الله يا رب تطلع الماوس، ينتهي البث يا رب يجيب الماوس. يا الله يا الله جيبها هنا يا شوف والله انت ما تجي خسر انا بس انا الماوس يا استغفر الله العظيم. يلا ما تلعب يا جماعه، فضحنا فضحنا.